الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أسعد يعني هذا السمستر أكون موجود معاكم في تدريس كورس كيم 317 اللي هو بيتكلم على الديناميك إلكترو كيمستري. طبعا الكورس تو بارتس، بس اللي هنبدأ فيه الشرح دلوقتي اللي هو البارت 2 اللي هو الديناميك الكتروكيمستري. البارت 1 هيبقى يتكلم على الكيميكال كاينيتكس، لكن احنا الشرح بتاعنا النهارده على بارت 2 اللي هو بيتكلم على الديناميك الكتروكيمستري. طبعا المفروض ان الكورس دوت ليه جزء سابق ليه اللي بيتكلم على الايونيك الكتروكيمستري، على الكوندكشن جوه المحاليل وكده. ف الكورس ده السمستر ده تكمله بقى للجزء الاولاني اللي بنتكلم عليه، نتكلم على الالكتروكاينيتكس وعلى الديفرنت بروسيسز اللي ممكن تحصل اثناء الالكتروكيميكال رياكشنز. ف قبل ما نبدا الكورس، انا اسمي دكتور احمد محمود الاقرع، انا بقعد في قسم الكيمياء الجديد في الدور الارضي، المكتب هناك مكتوب عليه دكتور احمد محمود محمد. الاوفيس اورز السمستر دوت ان شاء الله ممكن تبقى زي ما هي ليستد كده قدامك على الشاشه، ساتر دايز وسامز دايز، المواعيد محدده بالنسبه لك. الموقع بتاعي موجود على الويب سايت بتاع كايرو يونيفرسيتي سكول، على الموقع دوت اللي هو المتاح قدامك الموجود على الشاشة. و يعني كل حاجة إن شاء الله هتنزل، هتبقى موجودة على الموقع سواء ليكشرز، وإن شاء الله برضو بلانينج إن إحنا يبقى كل حاجة متاحة على البلاك بورد الإنجن اللي الجامعة بتاعتنا اشتركت فيه، وده شيء كويس. يعني نحاول إن إحنا نستفيد بكل التكنولوجيا ديت عشان ننقل الكورس بقدر المستطاع لحضراتكم. طيب، الملخص لما سيتم يعني دراسته، الاول الريفرنسز اللي احنا هنتكلم منها السمستر دوت، في عندنا يعني 3 بوكس موجودين عندي في الليست اللي قدام حضراتكم. في عندي الكيمستري اللي هو الان اتومز فيرست ابروتش دوت ظريف برضو لطيف، مقدمه كويسه جدا عن الكيمياء، وهتلاقي فيها تشابتر عن الالكترو كيمستري يعني essential for everyone to review الشابتر دوت اللي ممكن تكون درسته في المراحل الاولى في الجامعه في في فيزيكال كيمستري 1 مثلا، او في الجنرال كيمستري. كل ده لازم تكون انت ايه يعني اخدت مقدمه على الالكترو كيمستري، ويعني ايه جالفانيك سيلز، ويعني ايه الكتروليتيك سيلز. واحنا نحاول برضو السمستر دوت ان شاء الله ان احنا ندي ريفيجن على اللي فات دوت كله. برضو في كتاب اسمه Chemistry is a Central Science دوت برضو مهم، هتلاقي فيه نفس الشابتر اللي موجود في الكتاب الاولاني، والكتب دي معظمها هتلاقيها موجوده في اللايبرري بتاعت قسم الكيمياء في كليه العلوم ان شاء الله. في كمان النوتس اللي عاملينها الاساتذه بتوع القسم اللي هتبقى موجوده دايما في البوك شوب، اللي هي كام 317 النوت فروم ذا ديبارتمنت اوف كيمستري، ديت برضو مهمه وممكن ان احنا نتعرض ليها ان شاء الله. الاسسمنت بتاع الكورس، الاسسمنت طبعا احنا عارفين ان هيبقى في عندي يعني فاينل اكزام تو اور انسين ريتن اكزامينيشن، ودوت هيبقى بيغطي 60% من الفول مارك. وفي عندك ميد تيرم هيبقى عليه ال 20%، وفي سواء بقى كويزز او وات ايفر يعني هنشوف هتمشي ازاي السمستر دوت، لكن احتمال كبير هيبقى فيه يعني كويزز، وديت هتبقى كيرينج 20% من الفول مارك.
كويس. طبعا ال lecture attendance is very important, essential to pass the course even if it was online. يعني لو حتى اونلاين هيبقى ال attendance بيتاخد اونلاين وحضورك هيبقى مهم جدا في ايه في الكورس. طيب كمقدمة على الالكتروكيمستري، ايه بقى الالكتروكيمستري؟ الالكتروكيمستري شوف الكلمة نفسها عبارة عن ايه، جزء من الكيمياء. يعني جزء من الكيمياء بيهتم بنوع معين من الرياكشنز. لو احنا نفتكر انواع الرياكشنز اللي كنا اتكلمنا عليها حتى في المعامل بتاعة السنة الاولى مثلا او في الكيمياء عموما، هتلاقي في عندك انواع بتتكلم على يعني لو بنتكلم على الفوليومتريك اناليسز مثلا اللي كنا بنتكلم عليها في التتريشنز وكده، في عندي انواع من الرياكشنز شغاله فيها، زي مثلا اسيد بيز رياكشن، في ريدوكس رياكشن، في بريسيبيتيشن رياكشنز، في مثلا كومبلكسومتري او كومبلكسومتريك رياكشنز. كويس. فاحد انواع الرياكشنز المهمه ديت اللي هي بنسميها الريدوكس او الاكسديشن ريدكشن رياكشنز. اكسديشن ريدكشن يعني تفاعل هيتخلله اكسده واختزال، اكسده وايه، اكسده واختزال. الالكتروكيمستري برينسيبالي ديلز مع الرياكشنز اللي فيها الكترون ترانسفير، اللي فيها الكترون، اللي فيها اكسديشن وفيها ريدكشن، اللي هيبقى فيها علاقة ما بين الكيميكال انرجي والالكتريكال انرجي، نظرا ان هيبقى في الكترون ترانسفير في الرياكشنز. كويس. فهيبقى العلاقة ما بين الكيميكال، التغير او الاكستشينج او الانترتشينج ما بين الالكتريكال انرجي وما بين الكيميكال انرجي، دوت البرانش بتاع الالكتروكيمستري، الجزء بتاع الكيمياء اللي بيهتم بالالكترون ترانسفير او الاكسديشن ريدكشن او الاكستشينج ما بين الكيميكال انرجي والالكتريكال انرجي. دوت ببساطه ايه يعني معنى يعني ايه الكتروكيمستري كبدايه. وزي ما قلت ان احنا بنتكلم على الاكسديشن ريدكشن رياكشن. اوكسيديشن ريدكشن يبقى ديت يعني is primary concerned اللي هو electrochemistry with two opposite processes اللي هي الاكسديشن والريدكشن رياكشنز، زي ما احنا شايفين قدامي اكسديشن ريدكشن رياكشنز. اوكي. طيب هنا بيقول لي الالكتروكيمستري عباره عن يعني او ات ستاديز، يعني هي بتدرس الكيميكال رياكشنز انفولفينج الكترون ترانسفير ان سوليوشنز ات ذا انترفيس اوف ان الكترون كوندكتور. يعني بتتكلم على الالكترون ترانسفير اللي هيحصل في المحاليل بس على الانترفيس بتاع الانترفيس، يعني الجدار الفاصل ما بين تو تو فيسز. يعني عندك الالكترودز عندنا دايما بتبقى يعني معظمها بيبقى سوليد سبستريتس وبتبقى موجوده جوه سوليوشنز، ففي يعني عندك تو فيسز سوليد وايه وليكويد فيز. كويس. فالرياكشن بيتم على الانترفيس، الانترفيس الجدار الفاصل ما بين التو ايه التو فيسز دولت. كويس. فعلى الانترفيس دوت بيحصل الالكترون ترانسفير، والالكتروكيمستري كونسيرنز ويز ذا الكترون ترانسفير اللي بيحصل على الانترفيسز دوت. كويس. ما بين الالكترون كوندكتور اللي هو ممكن يبقى ميتال او سيمي كوندكتور، وما بين الايونيك كوندكتور اللي هو الالكترولايت اللي احنا هنسميه الكترولايت. السوليوشنز اللي بيحصل فيها الايونيك كوندكشن دوت هسميها الكترولايت بعد كده، هسميها الكترولايت. اوكي. يعني دي كلمه الكترولايت وديت المقصود بيها ايه، الرياكشن الترانسفير اللي هيحصل في السوليوشنز لو بسميه ايونيك كوندكشن. اوكي. طيب most of the electrochemical reactions ديت بتتم في كونتينر او بتتم في رياكتور دوت بسميه سيل خليه، بسميه خليه. كويس. او electrochemical cell، يعني اقدر اقول electrochemical cell. applications بقى بتاعت electrochemistry very يعني very wide الحقيقه، منتشره تماما، يعني لا يخلو يعني انت يعني شخصيا هتلاقي نفسك بتستخدم الالكتروكيمستري ده ديلي تقريبا. كويس. وانت بتستخدم اي باتريز مثلا لواتشز مثلا للكالكوليتر ل اي يعني اي ابلكيشنز بيبقى فيه بتستخدم فيه الكتريستي مثلا او بتحتاج له باتري، ده شغل الباتريز ده كله بيزيكلي عباره عن الكتروكيميكال ابلكيشنز. التآكل اللي ممكن يحصل او الكروجن اللي ممكن يحصل لاي ميتال مثلا سواء كان موجود في الاير او موجود في الميه،
ده برضو عبارة عن electrochemical reactions، الالكتروليسيز اللي ممكن تنتج بيها الومنيوم، تنتج بيها كلورين. الاندستري دي كلها موجودة عندنا في مصر، موجودة على مستوى العالم. كل ده عبارة عن الكتروليسيز. الكتروليسيز ده جزء من الالكتروكيمستري. ممكن كمان يخش الابليكيشن بتاع الالكتروكيمستري في الاناليسيز، ففي تقنيات تسمى الايون سيلكتيف الكترودز مثلا، تقدر تعين الكونسنتريشن بتاع بعض الايونز في بعض المحاليل. الفيول سيلز، خلايا الوقود، ومنها الميكروبيا الفيول سيلز مثلا. كل دي خلايا جلفانية أو شبه جلفانية، الغرض منها هو إنتاج الطاقة يعني electrochemical reactions electrochemical. فالابليكيشنز الحقيقة بتاعت electrochemistry يعني أكبر من إن أنا أحصيها في يعني one slide، فداخلة في مجالات كتيرة جدا عديدة، وليها أهمية قصوى، ولها يعني participation كبير في مجال الطاقة. طيب لو انا حبيت اعمل كلاسيفيكيشن للالكتروكيميكال بروسيسز، اقدر ان انا اعمل لها يعني تو ديفرنت كلاسيفيكيشنز. فيرست كلاسيفيكيشن اقدر اقول ان هي الالكتروكيميكال رياكشنز ديت اما انها تكون ريفرسيبل او تكون ريفرسيبل، يا اما ريفرسيبل يا اما ريفرسيبل. طبعا يعني المعنى بتاع الكلمه معروف، ريفرسيبل انها تبقى عكسيه، او ريفرسيبل غير عكسيه. كويس، يعني ايه عكسيه؟ يعني هنشوف التفاصيل بتاعت الكلام دوت دلوقتي، ونعرف امتى الالكتروكيميكال رياكشنز ممكن يتعكس ويبقى ويمشي معايا ويبقى فيزابل ويشتغل، او ان انا امتى اقدر اعكسه واتحكم فيه. كويس، او ممكن تبقى التفاعلات دي غير قابله انها تنعكس، غير قابله. فلو هي غير قابله هتبقى irreversible. فدوت هيوضح معايا بالمثال، بس بعد ما اشرح الكلاسيفيكيشن التاني دوت. الكلاسيفيكيشن التاني بيقول لي ايه؟ electrochemical reactions اما انها تكون galvanic او تكون electrolytic، اما تكون galvanic او electrolytic. طبعا لعلك يعني اخدت جزء كبير من الكلام دوت في الهاي سكول او في الثانويه العامه، اتعرفت على يعني ايه galvanic cells ويعني ايه electrolytic cells. لكن النهارده هنحاول ان احنا باختصار جدا نشرح ايه الفرق ما بين الجلفانيك وما بين الالكتروليتيك سيلز. الجلفانيك سيلز او ساعات بيسموها الفولتيك سيلز، يعني دايما نسمع دلوقتي صيحة كبيرة اللي هي الفوتوفولتيكس مثلا. ها، خلايا جلفانية ضوئية، خلايا جلفانية ضوئية فوتوفولتيكس، يحول مثلا الطاقة الشمسية إلى الكتريستي. كويس، طيب يبقى الجلفانيك او الفوتيك بروسيس ديت هي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا الكتروكيميكال التارجت بتاعها انها تو جينيريت الكتريستي فروم سبونتينيوس كيميكال رياكشن، تو جينيريت الكتريك كارنت او الكتريستي فروم سبونتينيوس كيميكال رياكشن. يعني عندك كيميكال رياكشن هيتم سبونتينيوسلي، ها، علشان يطلع electricity، عشان يطلع طاقة، عشان يطلع طاقة كهربائية أو يطلع electric current. كويس، يبقى ده الجلفانيك سيل. عكس الكلام دوت هو ما يسمى بالالكتروليتيك بروسيسز أو الالكتروليتيك رياكشنز. ها، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت بتحتاج electricity او بتمرر تيار كهربائي electric current عشان to force a chemical reaction to proceed. يعني بتستخدم طاقة خارجية علشان to force electrochemical action to to run أو to proceed. يعني عندك electrochemical reaction مش قادر يتم، فأنت محتاج تعمل له إيه؟ تديله باور من بره، تديله باور من بره عشان تجبره على إن هو يتم. دوت اللي بنسميه الالكتروليسيس. دايما الالكتروليسيس ديت بتبقى نون سبونتينيوس بروسيس. ليه؟ لان محتاج انت اكسترنال باور، محتاج اكسترنال سورس عشان تدفع الرياكشن دوت ان هو يتم. فده بنسميه نون سبونتينيوس، ها، ودوت محتاج اكسترنال باور عشان ايه؟ عشان يتم. يبقى ببساطه شديده جدا الجلفانيك بروسيس هي عكس الالكتروليتيك بروسيس. الجلفانيك بروسيس هي الاوبزيت بتاع الالكتروليسيس. كويس، يعني لو جيت اقول مثلا هنا عندي رياكتنس بيروح يديني البرودكتس زائد الالكتريكال انرجي، رياكتنس يديني برودكتس زائد الالكتريكال انرجي. الاتجاه دوت، السهم اللي هو موجود فوق دوت عندي دوت، هو دوت اللي ايه اسميه
اسميه الجالفانيك بروسيس، اسميه الجالفانيك بروسيس ليه؟ ماشي، رياكتنس بيروح يديني برودكتس وبينتج طاقه، بينتج طاقه كهربيه، بينتج طاقه ايه؟ طاقه الكتريكال انرجي اهو، كويس. لو انا عكست التفاعل دوت يبقى معناه ان انا استخدمت الطاقه الكهربيه، استخدمت الطاقه الكهربيه عشان اعمل فورسنج للاوبوزيت دايركشن دوت ان هو يتم، ان الالكتريكال انرجي تاخد كيميكال سبيشيز وتطلع لي وتفورس الرياكشن ان هو يمشي في الاوبوزيت دايركشن اللي هو برينسيبالي كان نون سبونتينيوس، اللي هو برينسيبالي كان ايه؟ كان نون سبونتينيوس. يبقى ببساطه شديده جدا الجالفانيك بروسيس هي عكس الالكتروليتيك ايه؟ بروسيس. بيقول لي هنا في الفرق ما بينهم الدايركشن اوف فلو اوف الكترون فلو بيتعكس معايا، والساين كمان بتاعت البوتنشال سيل بوتنشال بتتقلب معايا، لكن الماجنتيود بتاعها بيفضل ايه؟ بيفضل زي ما هو. يعني لو انا قلت مثلا في عندي خليه جلفانيه البوتنشال بتاعها عباره عن بلس 1.1 فولت، لو انا عكست الكلام ده، ولا اف يو ابلاي اكسترنال بوتنشال من الخارج يخليه يعكس لك الخليه ديت، ها يبقى انا هتقلب التفاعل، هيبقى السيل بوتنشال عندك هنا هيبقى كام؟ هيبقى ماينس 1.1 فولت، نفس الفاليو موجوده لكن الساين بتاعتها ايه؟ اتعكست معايا، والدايركشن بتاع الالكترون فلو هو كمان هيتعكس معايا. اخد مثال بسيط على الكلام دوت اللي هو اول خليه اللي هي المشهوره جدا عندي اللي بنسميها الدانيال سيل. الدانيال سيل من الخلايا المشهوره، ومعروف عندي ان البوتنشال بتاعها او الاي نود ستاندرد الكترو بوتنشال دوت اللي هو بيساوي 1.1 فولت، وعلامه ستاندرد ديت ريفيرز لي الكونسنتريشنز اللي موجوده بتاعت الرياكتنس والبرودكتس اللي انت بتتكلم على الاكتيفيتي بتاعتهم بتساوي 1، او يعني فورس امبلستي بنقول الكونسنتريشن بتاعها بيساوي 1 مولر مثلا. وعند لو في اي جاز يبقى البريشر بتاعه بيساوي 1 اتموسفير دوت اللي هو الستاندرد كونديشنز بتاعت الرياكشن اللي موجود. انا كاتب كمان ان هي دي يعني is considered one of the reversible cells، وهنشوف دلوقتي ليه reversible cells، لان هنقدر نعكسها، هنشوف دلوقتي هنقدر نعكسها ازاي. طيب انا عايز اشرح بس الاول المكونات الرئيسية لأي electrochemical cells، كويس. انت طبعا لو انت اخدت اي الكترود زي الزنك مثلا اللي موجود دوت، ده زنك الكترود حطيته في زنك ايونز سوليوشنز، كويس. الزنك ايونز ديت ممكن تبقى زنك سلفيت مثلا، بس انا السلفيت انا مش مهتم بيه قوي فانا مش كاتبه عندي، انما اللي هيبقى كونسيرند معايا في الرياكشن اللي هو الزنك ايونز، زنك وعليه 2 بلس. ده طبعا ببساطه اقدر اعتبر الاكسديشن ستيت اللي عندي هنا بتاعت الزنك ايونز اللي هنا ديت بتساوي ايه؟ بتساوي بلس 2، بتساوي كام؟ بلس. ده الاكسديشن ستيت، هي عباره عن التشارجز اللي موجوده على الايونز اللي موجود في السوليوشن، هي ديت اللي بنسميها الاكسديشن ستيت. طيب امال الاكسديشن ستيت بتاعت الزنك ميتال، ها لو تبص فوق هتلاقي ايه؟ هتلاقي موجود ايه؟ موجود زيرو فوق الزنك، مش كاتب عليه حاجه، صح؟ فوق الزنك قدامي بيساوي كام؟ بيساوي زيرو، مش كاتب عليه حاجه. فدوت ده الاكسديشن ستيت بتاعت اي ميتالز في الستاندرد ستيتس بتاعته بتساوي زيرو. ما خدت صوديوم مثلا ميتال الاكسديشن سي بتاعه بيساوي زيرو، خدت مثلا ليثيوم ميتال الاكسديشن سي بتاعه بيساوي زيرو، خدت زنك الاكسديشن سي بتاعه بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو، كويس. حطيت زنك في الزنك ايون سوليوشن دوت هيحصل تكون لدبل لاير، وهنشرح قدام دلوقتي ليه بيتكون دبل لاير موجود عن دبل لاير من التشارجز اللي موجوده. ممكن يحصل ايونيزيشن ات وانس، يحصل ايونيزيشن، الزنك يبدا يدوب يتحول الى ايه؟ الى زنك ايونز. طب هو بيتحول الى الزنك ايونز اللي موجوده قدامي دي، ها زنك بتحول الى زنك ايونز. بص على الايكويشن اللي موجوده، الايكوليبريم اللي موجوده قدامي تحت ديت، الزنك 2 بلس بيتحول الى ايه؟ الزنك 2 بلس بيتحول الى
ده الريدكشن، ده الريدكشن فورم. معلش انا حاطط الايكويشن في الريدكشن فورم، لان احنا دايما في التيبلز بنقارن ما بين الستاندرد الكترود بوتنشال بتاع كل الكترود بالنسبه للريدكشن بوتنشال بتاعه. فانا حاطط الايكويشن بالشكل اللي قدامي ده، ان زنك 2 بلس بيحصل له ريدكشن ويتحول الى ايه؟ الى زنك. كويس. لكن في الدانيال سيل دوت هنشوف العكس هو اللي بيحصل، ان الزنك هو اللي بيدوب ويديني ايه؟ بيديني زنك 2 بلس. عشان كده هو دوت بيعتبر بالنسبه لي ايه؟ زنك بيدوب ويتحول الى زنك 2 بلس، فدوت بيعتبر بالنسبه لي اوكسيديشن رياكشن. اوكسيديشن رياكشن، وانا لما اجي اعرف يعني ايه اوكسيديشن، فالاوكسيديشن ببساطه هو رياكشنز انفولفينج ذا لوس اوف الكترونز، فقد الكترونات، فقد الكترونات. رياكشن اي فيه فقد الكترونات يبقى دوت اوكسيديشن. طب في اكتساب الكترونات، في جيننج اوف الكترونز، دوت هيبقى ريدكشن. يعني الفورم اللي انا حاططها دي، ان الزنك 2 بلس بياخد الالكترونز اللي موجوده ديت عشان يديني الزنك، دوت انا حاططها في ريدكشن فورم، معناها ان الزنك 2 بلس دوت ايه اللي حصل له؟ حصل له ريدكشن، لو ان هو اكتسب الكترونات موجوده عندي في الايه؟ في الرياكشن. كويس. طيب الاذر يبقى اول بورت موجود في الالكتروكيميكال سيلز، ان يبقى في عندك الكترودز موجوده في الايه؟ في السوليوشنز، في المحاليل، تو الكترودز كل واحد موجود في السوليوشن الخاص بيه. يعني زنك سلف، زنك موجود في زنك سلفيت مثلا، وعندك كمان، عندك كمان ادي الزنك موجود في زنك سلفيت، وعندك كمان الكبر موجود في ايه؟ موجود في الكبر سلفيت في الشكل اللي قدامي دوت كده. كويس. يبقى دول تو الكترودز موجودين عندي، هيحصل لهم تكون للدبل لاير اللي موجوده عندي، يحصل تشارجنج على الدبل لاير. دايما تبقى الاسطح دي الانترفيس ده هيبقى تشارجنج، وهنشوف دلوقتي قيمه لبوتنشال فيلد عاليه جدا على الالكترودز ديت اللي موجود. كويس. الجزء الثاني الاساسي، ان الالكترودز ديت تبقى كونكتد اوتسايد من خلال الالكترودز ديت، متصله الكترونيكالي. يعني ايه؟ يعني في واير بيربط الايه؟ بيربط الالكترودز ديت من بره كده. يبقى انا وصلت الالكترودز اللي موجوده ديت ايه؟ من بره. هل يكفي الكلام دوت علشان اقول ان انا عندي فعلا يعني كومبليت الكتروكيميكال سيلف؟ لا. الجزء الرئيسي الاخر اللي لازم يبقى موجود، ان يبقى في عندي سولت بريدج، او ساعات بيسموها اللوجين كابيلري. دي السولت بريدج او اللوجين كابيلري عباره عن ايه؟ دي عباره عن تيوب بتبقى مدوبين فيها جزء كده من الماده اسمها الاجار اجار، بتبقى زي الجيلي كده، وبيبقى مخلوط في الماده ديت وهي بتدوب. اي سولت بيبقى ليه هاي ايونيك كوندكتيفيتي، زي البوتاسيوم نيتريت مثلا. البوتاسيوم نيتريت اللي هو البوتاسيوم ادي كي بلس مع ال NO3، كي بلس مع ال NO3 ده. كويس. طب ايه فايده السولت بريدج ديت؟ عشان الخليه دي تستمر في العمل، وان الالكترون ترانسفير ده يفضل ان هو يتحرك من ناحيه الانود الى ناحيه الكاثود. طبعا انا سميت الزنك ميتال دوت اللي هيبقى موجود، البورت دوت هيبقى انود، وهو اللي هو شغال انود. كويس. لكن عشان الالكترونز تفضل مستمره في الحركه من الانود الى الكاثود دوت، لابد ان يبقى السولت بريدج ديت موجوده. طيب ليه الكلام دوت يا شباب؟ ليه؟ لان انت لو جيت بصيت، الاول انا عايز اقارن. هو ليه انا قلت الجزء اللي على الشمال دوت هو الانود، يعني اللي هيحصل عليه اوكسيديشن، والجزء اللي على اليمين دوت هو الكاثود اللي هيحصل عليه ايه؟ اللي هيحصل عليه ريدكشن. هنبص معايا على الفاليوز بتاعه الالكترود بوتنشال اللي هي موجوده تحت دي. هتلاحظ ان الالكترود بوتنشال بتاع الزنك الكترود اللي موجود دوت مور نيجاتيف عن البوتنشال بتاع الكوبر الكترودز. كويس. يعني برضو مور الكترونيجاتيف، مور الكترونيجاتيف يعني الاكسديشن ابيليتي للزنك ميتال اعلى بكتير جدا من الاكسديشن ابيليتي بتاعت الكبر. او اقدر اقول ان ريديوسنج بروبرتيز بتاعت او ريدكشن باور او ريديوسنج باور بتاعت الزنك اعلى من الريدكشن باور بتاعت الكبر. لذلك هو هيحصل له الزنك هو اللي هيحصل له اوكسيديشن. ليه؟ لان احنا دايما نقول ان الماتيريالز اللي هي
اللي هنسميها اوكسيدايزنج ايجنت هيحصل لها ريدكشن، والماتيريالز اللي هتبقى ريديوسنج ايجنت هيحصل لها اوكسيديشن. فالزنك بما ان هيحصل له اوكسيديشن فهو ليه ريدكشن باور اعلى، يعني يقدر يختزل الكبر، يقدر يختزل الايه، يقدر يختزل الكبر 2 بلس، يرسبه از كبر، يقدر تو فورس الكبر ايونز ان يحصل لها ريدكشن. فعنده ريدكشن باور عاليه، عنده ريديوسنج بروبرتيز عاليه، كويس. هو نفسه هيحصل له اوكسيديشن، هو نفسه هيحصل له ايه، هيحصل له اوكسيديشن. فبيزيكلي اللي هيحصل في الرياكشنز اللي موجوده قدامي ديت، ايه اللي هيحصل؟ ان الزنك هو اللي هيدوب ويتحول الى الزنك 2 بلس، والكبر 2 بلس هيترسب على الاذر الكترود ويتحول الى كبر. الرياكشنز اللي هيبقى فيه اوكسيديشن، يعني الرياكشن ده هيتعكس معايا وتعكس الاشاره بتاعته. فاوفرول لو انت حبيت تحسب السيل بوتنشال اللي موجود عندك هنا، هيبقى هتجمع 0.76 بلس 0.34، فاوفرول هيدي لك تقريبا السيل بوتنشال اللي احنا حاطينه فوق دوت، اللي هو بيساوي 1.1 فولت. كويس. طيب يبقى انا عرفت دلوقتي ليه دوت بقى انود. انود لان هيحصل عليه اوكسيديشن، زي ما قلنا ان الزنك هيحصل ايه، هيحصل له اوكسيديشن ويتحول الى ايه، الى زنك 2 بلس. فاي اوكسيديشن رياكشن دوت هيبقى الانود، والجزء الثاني هو الكاثود. يبقى بيزيكلي لو انا بتكلم على الكومبارتمنتس او الاسينشال بارتس في اي خليه، ان يبقى في عندي انود دايب في الكترولايت. الالكترولايت دوت هسميه انولايت، هسميه ايه، انولايت. انولايت جاي من ان هو موجود في الانوديك سايد يعني، كويس، فهسميه انولايت. طيب البارت الثاني اللي هو هسميه في عندي كاثود، وموجود في كاثولايت، موجود في كاثول اللي هو الجزء بتاع الالكترولايت اللي موجود في الكاثوديك بورت دوت، ده هسميه كاثولايت. ويبقى في عندي الكترونيك كونكشن، الكترونيك كونكشن اوتسايد ده وايرنج من خلال الوايرز وكده بالالكترودز ببعضيها، ويبقى السوليوشنز هي كمان متصله ببعضيها من خلال السولت بريدج او اللوجين كابيلري. ده اللي هي كونتيننج ايه، الكترولايتس اوف فيري هاي ايونيك كوندكتيفيتي. طيب السؤال اللي لسه بساله، احنا ليه محتاجين السولت بريدج اللي عندي ده؟ طيب تخيل انت، انا عايزك تبص على الرياكشنز اللي بيحصل عندك هنا. زنك بيدوب يديني زنك 2 بلس، كويس، وطبعا زنك 2 بلس ومعها الكترونز، ودي ايكوليبريم زي ما احنا شايفين. زنك بيروح يدوب يديني زنك 2 بلس زائد 2 الكترونز، يعني في عندك برودكشن للالكترونز. الالكترونز دي موجوده على السيرفيس، لذلك في الجلفانيك بروسيس بيبقى التشارج اللي موجوده على الانود دوت بتبقى نيجاتيف. جايه نيجاتيف منين؟ جايه من البرودكشن اوف الكترونز. في عندك اوكسيديشن بيحصل فريليز الكترونز، فالالكترونز موجوده على الانود. فزي ما انت شايف عندك، هتلاحظ ان دايما الانود بيبقى تشارجد نيجاتيفلي في حاله الايه، في حاله الجلفانيك بروسيس. الانود بيبقى تشارجد ايه، نيجاتيفلي في الحاله دي. طيب كويس، الكترونز موجوده، السوليوشن بقى فيه زنك 2 بلس اكتر من اللازم. يعني ايه اكتر من اللازم؟ يعني هو اصلا كان زنك سولفيت، فالتشارج بتاعت السوليوشن كانت almost zero، لان في عدد الزنك ايونز بتساوي عدد السولفيت ايونز، كويس. فالتشارج بتاعت الزنك اللي هي البوزيتيف بتكافئ التشارج بتاعت السولفيت. لكن دلوقتي بعد ما حصل الالكتروكيميكال رياكشن دوت، مور زنك ايونز ار برودوسد في السوليوشن، يبقى في عندك زنك ايونز في يعني اكسس زنك 2 بلس موجود، فالسوليوشن اصبح ايه، اصبح تشارجد بوزيتيفلي. العكس بقى بيحصل فين؟ في الكومبارتمنت الثاني اللي هو الكاثود ده، عند او في الكاثولايت دوت. ايه اللي حصل عندي هنا؟ ها، الكبر 2 بلس بيروح وعلى السيرفيس بتاع الالكترود ويبدا يحصل له ايه، يحصل له ريدكشن. ففي عندي كونسامشن للكبر 2 بلس في السوليوشن، في عندي كونسامشن للكبر 2 بلس دوت. يعمل ايه؟ دوت يزود التشارج بتاعت السوليوشن نيجاتيفلي. ليه نيجاتيفلي؟ لان كان في الاساس كان العدد الكبر ايونز زي السلفيت ايونز، كويس، لكن الكبر دلوقتي كونسيومد، كويس، وبقت موجوده على السيرفيس. ف
استهلكت جزء من الالكترونز، فبالتالي اصبح الالكترود تشارجد بوزيتيفلي، الالكترود بقى تشارجد بوزيتيفلي دلوقتي. فعندك في الجالفانيك بروسيس دايما التشارجز اللي موجوده على الالكترود او البولاريتي بتاعت الالكترود بتبقى ايه؟ بتبقى بوزيتيف. طب هنا في عندي اصبح بقى في عندي اكسس من الانينز اللي موجوده، في اكسس من الانينز هنا وعليها نيجاتيف تشارج، نيجاتيف تشارج. كل ما الالكترون ترانسفير دوت يحصل في السيركت اللي موجوده، يعني كل ما يحصل الرياكشن، كل ما التشارج بتاعت البوزيتيف في السوليوشن، كل ما يحصل الكترون ترانسفير كل ما التشارج بتاعت البوزيتيف ديت تزيد، ها، وكمان يحصل ايه؟ النيجاتيف بتاع السلفيت او التشارج النيجاتيف اللي موجوده في الكاثولايت ديت تزيد، كويس. فمع الوقت مع زياده التشارجز ديت، زياده بيلدينج اوف التشارجز ديت يمنع مرور الالكترونز في السيركت، يمنع مرور الالكترونز ويخلي لي الخليه تشبه ما يسمى بالبارل بليت كاباسيتور. ها بقى في عندك تو سيرفيسز قصاد بعض، بارل بليتس كده، كل واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف، فيمنع الالكترون ترانسفير، يمنع الالكترون ايه ترانسفير. طب اعالج الموضوع دوت ازاي؟ اعالجه بوجود السولت بريدج اللي موجوده قدامي ديت. السولت بريدج اللي موجوده ديت فايدتها انها تعالج الايه، بتعمل بترجع تريستورز الالكترون نيوتراليتي، نيوتراليتي بتاعت السوليوشنز اللي موجوده سواء الانولايت او الكاسولايت. ليه بقى؟ بتعمل ازاي الفكره دي؟ لو انت في عندك اكسس زنك 2 بلس هنا، ايه اللي يحصل؟ ممكن النيتريت يعمل ديفيوجن خلال التيوب ديت ويجي هنا ينزل في السوليوشن، عشان ايه؟ عشان يعادل الاكسس تشارج بتاعت الزنك. على العكس ممكن البوتاسيوم ايونز ديت ممكن انها تنزل هنا جوه الكونتينر بتاع الكاثولايت، كويس، وتبدا تعالج التشارج او تعادل التشارج اللي هي بتاعت السلفيت الاكسس اللي موجوده ديت. فبالتالي السوليوشنز بدل ما كانت تشارجت هنا وهنا، بدل ما كانت تشارجت، ها، بدات ايه؟ تبدا دلوقتي بدات ان انا تو ريستور الايه، الالكترون نيوتراليتي. الالكترون نيوتراليتي ديت مهمه جدا، فيبدا الايه، الالكترونز يستمر في الايه، في الحركه اللي عندي. طبعا الكيميكال رياكشن دوت بيتم سبونتينيوس بالشكل اللي قدامي ده، الزنك ان هو يدوب يديني زنك 2 بلس والكوبر 2 بلس يترصد، ده سبونتينيوس مش محتاجه. فات بروديوسد الكتريستي او ات جنريتس الكترون ترانسفير. الكترون ترانسفير دوت ممكن انت تاخده بقى تمرره على ايه، على لامب مثلا معينه فتنور معاك، تمرره على واتشز فتشغل الواتشز مثلا، الواتش اللي موجوده وهكذا، كويس. فبيزيكلي انا سو فار بتكلم على الجلفانيك بروسيس دي كلها، عباره عن ايه، جلفانيك سيلز او جلفانيك بروسيس، كويس. ليه؟ لان سبونتينيوس كيميكال رياكشنز بروسيد، سبونتينيوس كيميكال رياكشن بروسيدز تو جنريت الكتريستي. ده ببساطه التعريف بتاع الجلفانيك سيل او الفولتيك سيلز، كويس. طيب لاحظ معايا ان الاي نود او السيل بوتنشال بتاعت الجلفانيك بروسيس دي دايما بتبقى بوزيتيف، دايما بتبقى بوزيتيف. ليه؟ لان انا في عندي قانون، لو احنا درسنا ثيرموداينامكس بيقول ان الدلتا جي بتاعت الرياكشن زي بتساوي ماينس ان اف اي، ماينس اف اي نود، او دلتا جي نود ايكوال تو ماينس ان اف اي نود. ف على حسب الاشاره بتاعه السيل بوتنشال، لو هي بوزيتيف الدلتا جي هتبقى نيجاتيف، يعني هتبقى سبونتينيوس بروسيس، هتبقى ايه، سبونتينيوس بروسيس. اما لو كانت نيجاتيف زي في حاله الالكترو ليتيك بروسيسز الاي نود، يعني لو هي نيجاتيف في الحاله ديت الدلتا جي هتبقى بوزيتيف، يبقى دوت نون سبونتينيوس بروسيس، ده هيبقى ايه، نون سبونتينيوس بروسيس. طيب لو انت في عندك رياكشن زي دوت كده، هل اقدر ان انا اعكس التفاعل دوت؟ يعني بدل ما الزنك هو اللي يدوب ويديني زنك 2 بلس، هل ينفع اعكس واخلي الزنك 2 بلس هو اللي يترسب على الزنك واخلي الكبر هو اللي يدوب؟ بيقول لي ينفع في الحاله دي، في حاله الخليه ديت ينفع. بيقول لي امتى الكلام دوت؟ لو انت بدل ما انت مش موصل كده الخليه ديت ببتري، كويس، لا، لو انت وصلتها ببتري والبوتنشال بتاع البتري اعلى من الاي نود بتاعت السيل ديت، يعني اعلى من 1.1 فولت، وصلته مثلا ببتري بتطلع بوتنشال 2 فولت، وجيت عند البتري ديت وخليت انت اجبرت الزنك الكترود دوت ان هو يتوصل بالكاثود بتاع البتري، ووصلت الكوبر دوت بالانود بتاع البتري، في الحاله ديت بيقول لي لا، تقدر تعكس.
طالما الكبر دوت متصل بالكبر الالكترود ده هتوصله انت بالانود بتاع الباتري، فهيحصل عليه اوكسيديشن باي فورس، هيحصل عليه اوكسيديشن ايه، بس الشرط عندي هنا ايه، ان البوتنشال بتاع الباتري دوت او الفولتج اللي هتطلعه الباتري دوت يبقى اعلى من السيل بوتنشال، اعلى من السيل بوتنشال، ها. فتقدر في والبولاريتي تكون انت موصل الكبر الكترود دوت اللي موجود دوت، تكون موصله بايه، موصل الكبر الكترود بالانود بتاع الباتري. في الحاله ديت الكبر هيبدا ان هو يدوب ويديني الكبر 2 بلس، والزنك 2 بلس هيبدا ان هو يترسب على الزنك الكترود ويديني الزنك، كويس. في الحاله دي الالكترون ترانسفير هيتعكس معايا نظرا لان ايه، الاكسديشن هتحصل على الكبر الكترود، فالريليز اوف الكترونز هتطلع من عند الكبر، بل بالعكس الالكترونز هتبدا الاتجاه بتاعها هيتعكس بقى، يطلع من عند الكبر لان هيحصل عليه الاكسديشن، ويتجه ناحيه الايه، ناحيه الزنك في الناحيه الثانيه، كويس. يعني بدل ما كان الالكترونز ماشيه في الاتجاه دوت فروم ليفت تو رايت، كويس، لا هيتعكس معايا بقى، بدل فروم ليفت تو رايت هيتعكس معايا، كويس. طيب انا عايز اقول معلومه، ان دايما الالكتريستي بتمشي في الاتجاه المعاكس للالكترون فلو. يعني لو الالكترون فلو ماشي فروم ليفت تو رايت في الجالفانيك سيل، ها، الالكتريستي تمشي فروم رايت تو ليفت، وعكس الكلام ده يكون موجود لو انت عندك الالكترونيك سيل اللي انا هوصل كل الانفراستراكشر ديت هوصلها بايه، بباتري تطلع فولتج اعلى من 1.1 فولت. طيب امال لو انت وصلت الكلام دوت بباتري الفولتج بتاعها بيساوي 1.1 فولت اكزاكتلي ذا سيم، كويس، هتبقى الدرايفنج فورس بتاعت الجالفانيك بروسيس بتساوي اولموست الدرايفنج فورس، مش اولموست اكزاكتلي الدرايفنج فورس بتاعت الالكتروليتيك سيلز، كويس، وهيحصل ايكوليبريم عندك، ومش هيبقى فيه نت كارنت طالع عندك، مش هيبقى فيه الكترون فلو ولا اي شيء، مش هيحصل اي حاجه لو هي بتساوي 1.1 فولت. طيب امال انت لو وصلته ببوتنشال او بباتري الفولتج بتاعها اقل من 1.1 فولت، كويس، الابر هاند هتبقى موجوده للجالفانيك بروسيس، وهيمشي كل حاجه اكزاكتلي زي ما انت شايف قدامك كده بتاع الجالفانيك بروسيس ده، ان الالكترون ترانسفير هيطلع من الزنك يروح على الكبر، والزنك هو اللي هيحصل له اكسديشن، والكبر هو اللي هيحصل له ايه، هيحصل له ريدكشن. ده الشكل اللي هو لو انت سي وصلته مثلا بباتري الفولتج بتاعها بيساوي 0 او بيساوي سي مثلا 0.7، ها، هي as long as ان الباتري دي البوتنشال بتاعها اقل من 1.1 فولت، فالبروسيس اللي هتحصل عندك هنا هتبقى جالفانيك، هتبقى جالفانيك بالشكل ده. طيب ارجع تاني واقول، لو انت وصلتها بباتري الفولتج بتاعها بيساوي اكزاكتلي 1.1 فولت اكسترنال باتري، ها، الفولتج بتاعها بيساوي 1.1 فولت، هيبقى في عندك ايكوليبريم والنت كارنت هيبقى يساوي 0. طيب وصلتها بباتري البوتنشال او الفولتج بتاعها اعلى من 1.1 فولت، وصلت الكوبر الكترود دوت بالانود، وصلت الزنك الكترود بالكاثود، كويس، هيحصل الكتروليسيس، هيحصل ايه، الكتروليسيس، والنت رياكشن هيتعكس عندي، والالكترون فلو هو كمان الدايركشن بتاعه هيتغير معايا. طبعا حاولت انا قوي في السلايد ديت ان انا اطول معاك فيها، لان هي دي بصراحه هي الاسنس بتاع الالكتروكيمستري، هو الجوهر، ان انت تفهم مكونات الخليه ايه، ها، ويعني ايه الكترود، ها، ويعني ايه الكترول انولايت او كاثولايت، وامتى يكون ده الانود وامتى يكون ده الكاثود، ها، ويعني ايه سيل بوتنشال، وازاي اختار مين هيحصل له اوكسيديشن ومين هيحصل له ريدكشن. لازم ابص في الفاليو بتاعه الايه، الستاندرد الكترود بوتنشال بتاع كل الكترود، واقارنهم ببعض واشوف يا ترى الاي نود بتاعه الخليه كلها هتطلع بوزيتيف، لو هي بوزيتيف هيبقى في عندي ايه جالفانيك بروسيس، وده هيبقى سبونتينيوس رياكشن وهيطلع الكتريستي، لو هي نيجاتيف الاي نود ديت يبقى هيبقى في عندي الكتروليتيك بروسيس وهتبقى نون سبونتينيوس وهحتاج لباتري خارجي. نرجع بقى على بعض الديفينيشنز المهمه عندي في الدراسه. بيقول ان الالكترود اللي هيحصل عليه اوكسيديشن ده هسميه انود، واللي هيحصل عليه ريدكشن دوت هيبقى بالنسبه لي ايه، اسمه الكاثود. يعني ايه جالفانيك سيل، او جالفانيك سيل كونسيست اوف ان اوكسيدايزنج ايجنت ان وان كومبارتمنت ذات بولز الكترونز ثرو ا واير فروم ا ريديوسينج ايجنت ان ذا اذر كومبارتمنت.
يعني ال ال جالفانيك بروسيس ديت هتبقى هي اللي شغاله او بيشرح لك يعني ايه مين اللي هيبقى الجلد، مين اللي هيبقى اوكسيدايزنج ايجنت ومين اللي هيبقى ريديوسنج ايجنت في الكيسز اللي موجوده قدامي دي. طيب السيل اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي الزنك اللي كان موجود في الليفت سايد من الخليه ده يا ترى كان اوكسيدايزنج ايجنت ولا كان ريديوسنج ايجنت؟ ها كان ريديوسنج ايجنت، لان شوف هيتسحب منه الالكترونز. شايف هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي الجالفانيك سيل كونسيست اوف ان اوكسيدايزنج ايجنت. اوكسيدايزنج ايجنت مين الاوكسيدايزنج ايجنت اللي كان موجود هناك اللي هيحصل له ريدكشن. مين اللي حصل له ريدكشن؟ الكبر 2 بلس. الكبر 2 بلس هو الايه؟ هو الاوكسيدايزنج ايجنت، لان هو هيحصل له ريدكشن. بيسحب الالكترون، سحب الالكترونز منين؟ سحب الالكترونز من الزنك. من ايه؟ من الزنك، لان الزنك هو اللي حصل له ايه؟ حصل له اوكسيديشن، حصل له اوكسيديشن فطلع الكترونز والالكترونز مرت في الخليه بالشكل ده. بيقول لي بقى الدرايفنج فورس او البول اللي هو الجذب اللي حصل بتاع الالكترونز دوت اون ذا الكترونز از كولد ذا سيل بوتنشال. يعني قدره الخليه انها تو باس او تو مينتين الالكترون ترانسفير دوت او تو بوش الالكترون ترانسفير دوت، هو دوت بالنسبه لي بسميه السيل بوتنشال او الالكترون موتيف فورس. طبعا اليونت بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى بالفولت. بالفولت اللي هو يعني دايما نديله الابريفيشن اللي هو كابيتال في، كابيتال في. وال1 فولت بيزيكلي هو عباره عن 1 جول اوف ورك بير كولومب اوف تشارج ترانسفير. برضو جالفانيك بتشرح الرياكشنز اللي موجود قدامي دوت. عندك الكاثود الانود اللي موجود دوت، هيدروجين جاس بيمر في ساتوريتد هيدروجين الكترود او ساتوريتد هيدروجين انود دوت، كويس. فبيحصل له اوكسيديشن وتحول الى اتش بلس، يتحول الى اتش بلس، كويس. والاذر بارت اللي هو بيحصل عليه السيلفر ايونز، بيحصل له ديبوزيشن على سيلفر كاثود. سيلفر ايونز بيحصل له ديبوزيشن على سيلفر كاثود. طبعا انا عندي هنا ايه؟ ادي السولت بريدج اللي فيها الصوديوم نيتريت، سولت بريدج فيها الصوديوم نيتريت، والالكترون فلو هيحصل عندي من الانود الى الكاثود. فدي عباره عن جالفانيك ايه؟ جالفانيك بروسيس. والفاليو بتاعت البوتنشال عندي بتساوي كام؟ بتساوي 0.8 فولت. الهاف رياكشنز موجوده قدامي تحت اهي، الاكسديشن والريدكشن. ادي الاكسديشن وادي الريدكشن. والاوفرول رياكشن اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن 2 سيلفر ايونز تتفاعل مع ال H2 جاز عشان تديني ال 2H بلس والسيلفر ميتالز، كويس. لاحظ طبعا ان انا يعني الايكويشن بتاعت السيلفر ديت اضطريت ان انا اضربها كلها في ايه؟ في 2 عشان النمبر اوف الكترونز دي يحصل لها بالانس مع الالكترونز اللي موجوده في الاكسديشن رياكشن، لان هنا في عندي 2 الكترونز. لازم الاذر هاف رياكشنز هو كمان يكون فيه ذا سيم نمبر اوف الكترونز عشان لما اجمع الاثنين على بعض الاوفرول رياكشن مش المفروض ان هو يظهر فيه ايه؟ الكترونز. مش المفروض، لا، الالكترونز اللي هي في الليفت سايد هتروح مع الالكترونز اللي في الرايت سايد، واوفرول رياكشن عندي بيظهر من غير ما يكون في ايه؟ اي الكترونز. ده خليه موجوده عندي. ودوت السلايد اللي جايه ديت هي الشكل التيبل اللي بيبقى موجود بتاع الستاندرد الكترود بوتنشال في الريدكشن فورم. ستاندرد ريدكشن بوتنشالز ات 25 ديجري سيلسيوس for many common half reactions، كويس. فمرتب لي هو الستاندرد الكترود بوتنشلز ديت بتاعت الرياكشنز كلها. فتلاحظ عندي ايه؟ تلاحظ ان يعني from up to down كده بالشكل دوت، تلاقي ان البوزيتيفيتي بتقل والنيجاتيفيتي بتبدا انها ايه؟ تزيد، كويس. ف والعكس الناحية التانية برضو نفس الكلام، بتبدأ انها ايه؟ الفاليو بتبقى كبيرة عندي 0.4 في البداية مثلا، كويس. تبدأ انها ايه؟ تقل معايا بعد كده، وتبدأ
تعدي بالزيرو فاليو، والزيرو فاليو ده الحقيقه يا شباب هو دوت الايه الريفرنس بالنسبه لي. كل الفاليوز ديت حاجات يعني ايه يعني هايبوثيتيكال الافتراضيه، مدين لها فاليو، اعتبرنا ان الهيدروجين دوت الريدكشن بتاعه هو الريفرنس بالنسبه لي، واديت له الفاليو بتاعتها بتساوي صفر، واللي فوق ده كله بقى بيقارن بالهيدروجين، مين هو قريب منه مين هو بعيد عنه وهكذا، واللي تحت نفس الكلام. كويس، اللي تحت دولت بيبقوا يعني كلهم مور نيجاتيف عن الايه عن الهيدروجين. مور نيجاتيف ديت تعني بالنسبه لي عباره عن زياده في الاكسديشن تندنسي عن الهيدروجين، اوكسديشن تندنسي، زياده في الاكسديشن تندنسي زي ما انا كاتب كده ايه السهم اللي موجود، ان كل ما انزل من فوق لتحت كل ما الاكسديشن تندنسي تزيد معايا. طيب عكس الكلام دوت اللي هو الريدكشن تندنسي تزيد كل ما تروح من تحت الى فوق، الريدكشن تندنسي تزيد معايا في الشكل اللي موجود قدامي دوت. طبعا التيبل ده مهم جدا، لما اجي ادي لك اي الكتروكيميكال رياكشنز لازم ترجع للتيبل وتطلع الفاليوز ديت عشان تبدا تحدد مين يا ترى في الاليمنتس اللي انا مديها لك ديت اللي هيشتغل كانود، مين اللي هيحصل له اوكسيديشن يعني، ومين اللي هيشتغل ككاثود يعني هيحصل له ريدكشن. هنشوف الكلام دوت مطبق على امثله في السلايدز اللي جايه ديت ان شاء الله. دي خليه برضو تانيه الزنك بيبقى بيحصل له اكسديشن، والهيدروجين بيحصل له ايه؟ بيحصل له هيدروجين اينز بيحصل له ريدكشن، الهيدروجين اينز هو اللي بيحصل له ريدكشن عندي هنا. ها ودي خليه مشهوره جدا، ليه انا الزنك خليته هو الانود؟ لان الزنك مور نيجاتيف، البوتنشال بتاعته مور نيجاتيف عن الايه؟ عن الهيدروجين. كويس، الهيدروجين كان بزيرو لكن الزنك ب 0.76. كويس، ده لو بصيت للتيبل ورجعت له هتلاقي الفاليوز دي موجوده، فالزنك مور اكتف عن الهيدروجين، الهيدروجين اينز. كويس، فبالتالي الزنك هو اللي هيحصل له اكسديشن، الزنك هو اللي هيحصل له ايه اكسديشن، وتبقى الخليه بالشكل اللي ايه اللي موجود قدامي دوت. كويس، طبعا انت ارجع للفاليوز في التيبل اللي موجوده في الصفحه اللي فاتت ديت، وشوف الفاليوز بتاعت الالكترود بوتنشال، الالكترود ريدكشن بوتنشال، هتلاقي زي ما قلت لك الزنك البوتنشال بتاعه الريدكشن بتاعه ماينس 0.76. كويس، والهيدروجين هتلاقيه بيساوي زيرو، فبالتالي الزنك لازم يتعكس التفاعل بتاعه ويتحول من زنك الى زنك 2 بلس زي 2 الكترونز. ها والاوفرول سيل بوتنشال هيبقى بيساوي عندي 0.76 بوزيتيف، يعني ديت جالفانيك سيل. طيب ادي اهو هو مدي لك جايب لك الامثله بالظبط قدامك اهو، ادي الستاندرد بوتنشال بتاع الهيدروجين موجود عندي بيساوي زيرو، والزنك عندي بيساوي كام؟ بيساوي ماينس 0.76، فمضطر ان انا اقلب الرياكشن بتاع الزنك دوت، بدل ما كان ريدكشن هخليه في الاكسديشن فورم قدامي، والبوتنشال بتاعه هيتعدل هيبقى 0.76. اذا انت قلبت البوتنشال بالشكل دوت مع قلبه الايكويشن، كويس، في الحاله دي لما تحب تحسب السيل بوتنشال اجمع بقى ايه البوتنشالز الاخرانيه 0 زائد 0.76 دوت، ويبقى هو دوت السيل بوتنشال. او لو انت ما قلبتش وتتعامل مع النيجاتيف ساين ديت، يبقى الجنرال ايكويشن عندي عشان تحسب السيل بوتنشال هي عباره عن البوتنشال بتاع الكاثود ماينس البوتنشال بتاع الايه بتاع الانود، الكاثود ماينس الايه ماينس الانود. طبعا الانود بما انه اتقلب فالساين بتاعته اتقلبت، ها، فبالتالي الايس نوت سيل ديت لازم هتطلع ايه؟ هتطلع بوزيتيف معايا، هتطلع ايه؟ بوزيتيف معايا، لان دي هي عباره عن الساينز بتاعت الايه؟ بتاعت اللي هتحدد السبونتينيتي بتاعت الرياكشن. قلنا لو اي نود بتاعت السيل نفسها بوزيتيف يبقى التفاعل دوت ايه؟ سبونتينيوس. هو حتى لما قال لي لما تتعامل مع الماينس اللي موجوده في الايكويشن ديت اي كاثود ماينس الاي انود دوت، وي ار امبلوينج الريدكشن بوتنشال، وي ار امبلوينج الريدكشن بوتنشال اكزاكتلي ذا سيم زي ما كانت موجوده، يعني بتاعت الاي انود ديت كانت موجوده في التيبل بالنيجاتيف ساين، حطها زي ما هي هنا بالنيجاتيف ساين. كويس، هو ده المقصود بيعني ايه امبلوينج ريدكشن بوتنشال. جيت خدت مثال بقى للالكتروليتيك سيلز،
كل ده كنا بنتكلم عن الجالفانيك. الجالفانيك عباره عن في سبونتينيوس كيميكال رياكشن هيتم عشان تبروديوس الكتريسيتي. لا دلوقتي احنا عندنا في اكسترنال باتري والفورس نون سبونتينيوس رياكشن ان هو يتم. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الالكتروليسيس بتاعه الصوديوم كلورايد، الالكتروليسيس بتاعه الايه؟ بتاعت الصوديوم كلورايد. ايه اللي بيحصل بالظبط في الالكتروليس ديت؟ الصوديوم كلورايد دوت ممكن يبقى مولتن سولت. يعني ايه؟ يعني مصهور. وده ممكن يحصل ان يبقى تصهر الصوديوم كلورايد من غير ميه ومن غير اي حاجه، يعني ده مش اكوا سوليوشن، مش اكوا سوليوشن. فايه اللي هيحصل عندك؟ لو انت صهرته هيدي لك الصوديوم ايونز ويدي لك الايه برضو، هيبقى في المولتن ستيت والكلورايد ايونز اللي هو عليه نيجاتيف تشارج. كويس. طيب لو انت وصلت البولز اللي موجوده ديت، ممكن تبقى البولز ديت اي يعني جرافايت مثلا، زي مثلا جرافايت حاجه مثلا ايه انرت. كويس. وصلت انت بقى في عندك في الباتري دوت، في عندك هنا البوزيتيف بول هيبقى هو الانود، والنيجاتيف بول هيبقى الايه؟ هيبقى الكاثود. ادي الانود وادي الايه وادي الكاثود اللي موجود عندك. كويس. طيب بما ان الانود دوت هيبقى عليه بوزيتيف تشارج، فالكلورايد اللي عليه نيجاتيف دوت هيعمل ايه؟ هيحصل له مايجريشن للانود دوت. هيحصل مايجريشن. كلمه مايجريشن دي مهمه قوي نتكلم عليها، وهي عباره عن الماس ترانسفير اندر الكتريك فيلد او اندر بوتنشال. كويس. يعني هيتنقل بتاثير الالكتريك فيلد اللي موجود. انت حطيت ده عليه بوزيتيف، فدوت ايه؟ هيتنقل له على طول، هتلاقيه راح يتنقل عليه على طول. واما يجي الكلورايد اللي موجود دوت عليه هيحصل ايه؟ هيحصل له اوكسيديشن. يحصل له على الانود، يحصل له اوكسيديشن ويطلع الايه؟ يطلع الكلورين جاز، يطلع الكلورين جاز اللي موجود عندي دوت. كويس. طيب على العكس على الكاثود هتلاقي ان الصوديوم بيحصل له ايه؟ بيحصل له برضو هيحصل له مايجريشن ويروح ناحية الكاثود ويحصل له ايه؟ يحصل له ريدكشن، يتحول الى الصوديوم ميتال. الصوديوم ميتال وهيطلع الصوديوم ميتال دوت ايه؟ الصوديوم ميتال هيطلع في ممكن يتحول الى الصوديوم ليكويد صوديوم. كويس. فعلى الكاثود ايه اللي حصل؟ حصل ريدكشن. وعلى الانود حصل ايه؟ حصل اوكسيديشن. طيب يبقى التفاعل اللي هو بتاع الالكتروليسيس اللي هو ايه؟ اللي هو النون سبونتينيوس دوت، ان الصوديوم كلورايد حصل له الكتروليسيس وتحول الى الصوديوم وتحول الى كلورين جاز. اللي هو الصوديوم كلورايد اتحلل واداني ايه؟ الصوديوم واداني كلورين جاز. ها طبعا لو البوتنشال بتاع الباتري ما كانش انف ان هو يعمل الالكتروليسيس، كان الجالفانيك بروسيس هي اللي كانت ممكن تحصل. لو هو اقل منه، ها لو هو اقل من السيل بوتنشال، لو هو اقل من السيل بوتنشال كان ممكن الجالفانيك بروسيس هي اللي ايه؟ هي اللي تتم معايا، وده كان ممكن يتم سبونتينيوسلي. ها والكلورين يتفاعل مع الصوديوم ميتال ويديني الايه؟ الصوديوم كلورايد. يديني ايه؟ الصوديوم كلورايد. لو انت حاطط طبعا كلورين جاز وحاطط ايه؟ صوديوم ميتال، وسامح بالايه؟ بالكونديشنز اللي ممكن تطلع الرياكشنز دوت. لكن طبعا فده اقدر اقول ان ده ريفرسبل رياكشنز، يقدر يروح في الجالفانيك ويقدر يروح في الايه؟ في الالكتروليتيك دايركشن. كويس. طب نبص بقى على الايكويشنز ايه اللي بيتم رياليتي. ادي الريدكشن بوتنشال بتاعه الصوديوم بتساوي -2.71، وادي الريدكشن بوتنشال بتاعه الايه؟ بتاعه الكلورين اللي بتساوي 1.36 فولت. طيب لو انا بتكلم على الجلفانيك بروسيس او السبونتينيوس بروسيس، اقارن الاثنين دول اشوف مين مور الكترو نيجاتيف. المور الكترو نيجاتيف، المور نيجاتيف هو الايه؟ هو الصوديوم. يبقى دوت اللي لازم يتعكس ودوت اللي هيحصل له اوكسيديشن. كويس. يبقى الصوديوم هو اللي هيروح ايه؟ يطلع الصوديوم بلس، يطلع ايه؟ صوديوم بلس، ويجمع على ايه؟ على الكلورين. ها يبقى عكست التفاعل ده. يبقى انا بتكلم على سبونتينيوس، الصوديوم يتفاعل مع الكلورين ويديني ايه؟ ويديني الصوديوم بلس والكلورايد اينز. والسيل بوتنشال شايف انا حطيت لك علامه بوزيتيف ازاي، وطلع بوزيتيف لان ده سبونتينيوس وجالفانيك. لكن لو انت وصلت الباتري الفولتج بتاعها اعلى من الفاليو ديت، واجبرت
الالكتروليسيس هو اللي يحصل، ان الصوديوم بلس هو اللي هيحصل له ريدكشن. ها في الحاله ديت بتتكلم على ايه؟ النون سبونتينيوس بروسيس، وان الصوديوم 2 بلس الصوديوم ايونز ديت تبدا تتفاعل مع الكلورايد ويديني الصوديوم ميتال والكلورين، فده كده يبقى حصل الكتروليسيس. وزي ما انت شايف السيل بوتنشال عندي هنا ايه؟ بالنيجاتيف فاليو موجودة. ده السيل بوتنشال هتبقى نفس الفاليو لكنها هتبقى بايه؟ بالنيجاتيف ساين. ده السيل بوتنشال مش الباتري اللي انت حاططها، الباتري وات ايفر انت حاطط الباتري قد ايه، فالسيل بوتنشال عندك هيبقى ايه؟ هيبقى ماينس 4.007. طيب الصوديوم كلورايد اللي موجود دوت ممكن يبقى كمان موجود في اكوا سوليوشن، ممكن يبقى موجود معاه ميه، وممكن يبقى في الميه دي فيها بروتونز موجوده، فالبروتونز هي كمان ممكن يحصل لها ايه؟ ممكن يحصل لها ريدكشن. كويس. فبيقول لي لو انت عندك فيه بروتونز موجوده هي كمان، بيقول لي اف اكيا الصوديوم كلورايد واز يوز انستيد، ها بروتونز دي هيبقى عندها ريدكشن، هيحصل لها ريدكشن بدل الصوديوم. بدل الصوديوم ليه؟ بيقول لي لانها سترونجر اوكسيدايزنج ايجنت، لانها سترونجر اوكسيدايزنج ايجنت. نظرا لو انت قارنت الفاليو هنا بتاعت الهيدروجين مع الصوديوم هتلاقي ديت انها عباره عن ايه؟ مور بوزيتيف عنها، مور بوزيتيف عنها. فبالتالي هي في حاله الالكتروليسيس، في حاله الالكتروليسيس دوت عكس الجلفانيك بالظبط، بما انها مور بوزيتيف عن الصوديوم هي اللي هيحصل لها ايه؟ هي اللي هيحصل لها ريدكشن، هي اللي هيحصل لها ريدكشن. طيب يا شباب، هنا يعني احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقارن ما بين يعني ايه الكتروليتيك سيل ويعني ايه جالفانيك سيل، ويعني ايه جالفانيك بروسيس ويعني ايه الكتروليتيك بروسيس. فزي ما احنا شايفين كده على الشمال هنا في عندي ده الجلفانيك سيل. الجلفانيك سيل بيزيكلي قلنا الالكترود بيبقى البولاريتي عليه بالنيجاتيف، والكاثود بيبقى عليها بوزيتيف تشارج. عكس الكلام دوت موجود في الايه؟ في الالكترولايتيك سيل، الانود بيبقى بوزيتيف والكاثود بيبقى ايه؟ بيبقى نيجاتيف. اوكي. طبعا هنا زي ما انت شايف كده في الالكتروليتيك سيل موصلين بباتري، وقلنا البوتنشال بتاعها او الفولتج بتاعها بيبقى اعلى من الاي نوت بتاعت السيل، او من البوتنشال بتاع السيل اللي موجود عندي. طيب لو انا جيت بصيت باختصار في الجلفانيك بروسيس، بيحصل فيه اوكسيديشن على الانود، بيبقى في عندي ميتال مثلا زي الزنك بيدوب ويديني الزنك 2 بلس زائد الالكترونز اللي موجوده. على العكس على عند الكاثود يعني الميتال ايونز زي الكوبر 2 بلس بيحصل له ريدكشن ويديني ايه؟ وبيديني الكوبر. اوفرول رياكشن بتجمع الاثنين، الدلتا جي بتاعت الرياكشن دوت هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف، او الاي السيل بوتنشال او الاي نوب السيل بوتنشال بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى بوزيتيف. كويس. عكس الكلام دوت بيبقى موجود في حالة الالكتروليتيك سيل، بيبقى في عندك مثلا كلورايد ايونز بيحصل له اوكسيديشن عن الانود برضو، ومثلا صوديوم بلس بيبقى عند الكاثود بيحصل له ريدكشن ويديني ايه؟ ويديني الصوديوم ميتال. اوفرول رياكشن برضو بتجمع الاثنين على بعض، دلتا جي بتاع التفاعل ده بتبقى بوزيتيف يعني نون سبونتينيوس. دايما تبقى انت مركز كده دلتا جي تشينج في الفري انرجي، لو هو الكلام ده طبعا ات كونستنت بريشر عشان بس ابقى يعني بريسايز، ات كونستنت بريشر لو الدلتا جي ديت هي بوزيتيف يبقى الرياكشن دوت نون سبونتينيوس، لو نيجاتيف يبقى سبونتينيوس، لو بتساوي زيرو يبقى انت ات ايكوليبريم. يعني لو الاي اللي عندك بتاعت الخليه بتساوي صفر، فالدلتا جي هتبقى بتساوي هي كمان هتساوي صفر، يبقى انت كده ات ايكوليبريم. طيب التيبل اللي جاي ده احنا برضو بنفرق كل الفاريبلز اللي احنا قلناها قبل كده متجمعه عندي في التيبل ده، فمهم جدا ان انت تكون فاهم التيبل دوت كويس. الجالفانيك سيل الكونفرجنس بتبقى من الكيميكال انرجي الالكتريكال انرجي، سبونتينيوس بروسيس
بتبقى الجلفانيك، في الجلفانيك سيل بيبقى فيه عندك سبونتينيوس ريدوكس رياكشن بيطلع معايا الالكتريستي. التو هاف سيلز ار سيت اب ان ديفرنت كونتينرز وبيبقوا كونكتد بايه، يا اما سولت بريدج او بورس بارتيشن. طبعا عشان انت تستطيع ان انت تستفيد بالفلو بتاع الالكترونز ده وتاخده كالكتريستي تطلعه تستفيد بيه كويس. الكلام دوت مش شرط في حالة الالكتروليتك سيل. الالكتروليتك سيل بتكونفيرتس ات كونفيرتس الالكتريكال انرجي لكيميكال انرجي، وده بيبقى نون سبونتينيوس رياكشن. وممكن يبقى الرياكشن ده يتم في وان كونتينر او في تو كونتينرز، مفيش مشكله. اتكلمنا على البولاريتي، في حاله الجلفانيك سيل الانود بيبقى نيجاتيف والكاثود بيبقى بوزيتيف، عكس الكلام دوت موجود في حاله الالكتروليتك سيل. بس في الحالتين بقى الجلفانيك سيل والالكتروليتك سيل، الانود بيحصل عليه اكسديشن والكاثود بيحصل عليه ايه، بيحصل عليه ريدكشن. الالكترون فلو ده مهم جدا في حاله الجلفانيك سيل، بيطلع الالكترون من الانود ويتجه الى ايه، الى الكاثود. ده الفلو الدايركشن بتاع الفلو دوت كويس. يبقى السورس بتاع الالكترونز اللي موجود هنا جاي منين؟ جاي من الاكسديشن على الانود، جاي من الاكسديشن على الانود. لكن في حاله الالكتروليتك سيل بيبقى في باتري متصلة بيها، هي المصدر بتاع الالكترونز اللي موجودة دي، هي اللي عاملة البايزنج للبوتنشال اللي موجود بين الالكترودز. فالسورس هيبقى جاي هنا من ايه، من الباتري اللي دي انتر، اللي هو الاكسترنال باتري سبلاي الالكترونز، دي انتر ثرو دي كاثود اند كام اوت ثرو ذا ايه، ثرو ذا انود، زي ما احنا شايفين في اخر مرحلة عندي هنا. وديت أمثلة للتو إلكترود إلكتروليتيك سيلز اللي على الشمال ديت تمشي معايا على إنها جالفانيك سيل، اللي على اليمين ديت تمشي على إنها إيه، على إلكتروليسيس كويس. ده الشكل بتاعي اللي موجود. بيقول لي for electrolysis it is possible to have both electrodes separated or not separated. زي ما قلنا مفيش فرق، لان انت اللي بتعمل forcing للرياكشن اللي بيتم قدامك، مش محتاج يبقى في عندي separation للالكترودز اللي موجود. وده الشكل بتاع البولاريتي، قلنا في حالة الجلفانيك سيل بيبقى الانود بيبقى charged negative والكاثود بيبقى charged ايه، بوزيتيف. عكس الكلام دوت موجود في حالة الايه، في حالة الباتري، في حالة الالكتروليتيك سيل. الانود بيبقى متصل بالبوزيتيف بول والكاثود بيبقى متصل بالايه، بالنيجاتيف ايه، النيجاتيف بول. سو فار احنا كل الكلام كان بيتكلم على ريفرسبل الكترو كيميكال سيلز. يبقى الريفرسبل ده مقصود بيها ايه؟ بيقول لي اي خليه whose cell reactions can be get reversed when an external EMF, external potential, greater than its capacity. أعلى من الـ value بتاع اللي هي الـ E cell نفسها، أو لو أنت بتتكلم في الـ standard conditions أعلى من الـ E not cell is applied. يعني if you apply a potential from a battery أو a voltage from a battery أعلى من الـ E بتاعت الـ cell دوت، ها؟ فتتعكس معاك الخلية أو الرياكشنز تتعكس معاك في الحالة ده، أنا بسمي السيل ديت reversible electrochemical cell. بيقول لي لو أنا at equilibrium الكرنت هيبقى بيساوي، هيساوي almost zero، لأن الـ at equilibrium دوت إيه، يعني أنت you apply external potential exactly the same as the cell potential من الباتري، بت apply من الباتري the same potential زي الـ E cell اللي موجود عندك. في الحالة دي أنت at equilibrium، في الحالة دي no net current هيبقى هيحصل له فلو، ها مش هيبقى فيه فلو للكارنت. بيقول لي الخلايا الريفرسبل دي obeys thermodynamic conditions of reversibility. فالاي اكسترنال لو هي exactly the same as E cell يبقى انت في عندك ايه at equilibrium no current flow. لو الاي اكسترنال ده اقل من الاي cell يبقى انت في current high more. وفي الحاله ديت الخليه will behave as a galvanic cell كويس. يعني في كيميكال رياكشنز هيتم it will produce electricity. لو الـ external اعلى من الـ E cell يبقى انت بتتكلم على الـ opposite direction اللي هو non spontaneous دوت، وفي current high more من الـ
and very small current will flow to the opposite direction اللي هو السيل to the cell and a small chemical change will occur. كويس، يبقى ديت اللي هي thermodynamic conditions of reversibility. مهم جدا ان انت ايه تبقى عارف الكونديشنز اللي موجوده عندك وانت بتتكلم على ايه. طيب الامثله كتيره بقى على reversible electrochemical cells، منها مثلا الميتال ميتال اين الكترودز مثلا زي الدانيال سيل اللي احنا اتكلمنا عليها، زنك بيدوب يديني زنك 2 بلس، ها وممكن يتعكس يبقى الزنك 2 بلس هو اللي ترسب ويديني ايه، ويديني الترسيب بتاع الزنك. كويس، سواء في الجلفانيك دايركشن او في الالكتروليتيك دايركشن. في امثله كتيره جدا للريفرسبل ميتال انسولبل ميتال سولت الكترودز، جاز الكترودز وده هنتكلم عنه ليتر يمكن في الابلكيشنز مثلا، واي اوكسيديشن ريدكشن الكترودز زي الكينو هيدرون الكترود، كل ديت امثله للايه للريفرسبل الكتروكيميكال سيلز. طبعا احنا اتكلمنا بالتفصيل على الدانيال سيلز وشرحنا الديتيلز بتاعتها، فده احد الامثله على الايه على الريفرسبل سيلز، واتكلمنا عن البوتنشال بتاعها والتفصيلات بتاعتها، ان لو انت ماشي في السبونتينيوس الجلفانيك بروسيس البوتنشال الاي نوت بتاع السيل 1.1 فولت دوت، في حاله ان انت اف يو apply potential from external source يبقى البوتنشال بتاعه less than 1.1 فولت. امال لو انت if you apply external potential 1.1 فولت exactly، ها هيبقى في عندك هنا السهمين دولت بتوع الايكوليبريم، ده indication ان هيحصل ايه، ان انت no net current flow، no current flows، يعني current overall current اللي هيبقى في الخلية بيساوي ايه، بيساوي zero، والاي نود الفاليو بتاعتها هي اكزاكتلي ايه ذا سيم. امال لو انت اف يو ابلاي اكسترنال اي ام اف هاير ذان 1.1 فولت، في الحاله ديت الرياكشنز ويل بي ريفرسد، الزنك بدل ما كان هو اللي بيدوب لا ده الزنك اينز هتترسب معايا والكبر هو اللي هيدوب، الاي نود سيل هنا عندي هتساوي كام، هتساوي ماينس 1.1 فولت. هو طبعا رسم لي الرسومات بتاعه 3 كونديشنز ديت، ان لو الاكسترنال بوتنشال اقل من 1.1 فولت، ومديني هنا في الحاله دي الزنك هو اللي هيبقى الانود وهيبقى نيجاتيفلي تشارجد زي ما انت شايف كده، والكرنت هيحصل له فلو من الانود الى الكاثود بالشكل دوت. الكرنت زي ما قلنا الدايركشن بتاعه بيبقى دايما العكس بتاع الالكترون فلو، ده الفلو بتاع الكرنت اللي قدامي اهو زي ما انت شايف ان هو عكس الدايركشن بتاع الالكترون ترانسفير. كويس، فيبقى في الخلية دي في الحالة ديت will behave as galvanic cell، ها electron flow from zinc to copper rod والcurrent flow هيتم من الكبر الى الزنك. في الحالة دي الchemical reactions اللي هتحصل عندك ايه، الزنك هيدوب والكبر هيجرى له ايه، هيترسب الكبر ions هترسب على الكبر الكترود. طيب الكيس انت لو if you apply exactly 1.1 فولت، في الحاله دي هيبقى في عندك equilibrium، النت كارنت عندك قلنا بيساوي كام، النت كارنت هيساوي زيرو، مفيش اي chemical reaction هيتم عندك. الحاله انت if you apply external potential higher than 1.1 فولت، في الحاله ديت الزنك هيتوصل بالايه بالكاثود، والكبر هيتوصل بالايه بالانود، هيبقى الكبر هو اللي هيحصل عليه اكسيديشن، وهو الالكترونز هيتعكس الاتجاه بتاعها، هيطلع من الكبر يروح للايه للزنك، والكرنت الدايركشن بتاعه هو كمان ايه هيتعكس معايا في الحاله دي. يبقى في عندك كيميكال رياكشن وهيحصل الكترون ترانسفير في الحاله دي. امال how about irreversible electrochemical cell، دي بقى الخلايا اللي حتى even if you apply potential higher than the E cell الرياكشنز مش هيحصل له reversing، مش هيقدر ان هو يتحول، يعني even if you apply higher potential. كويس، طبعا الخلايا ديت does not obey، الخلية ديت يعني it doesn't obey thermodynamic conditions of reversibility. مثال على الكلام دوت الخلية اللي هي بتاعت الزنك H plus Ag cell دي. كويس، الزنك بيحصل له oxidation يديني الزنك 2 plus، او ان ممكن الزنك يتفاعل مع 2H plus يديني الزنك 2 plus والهيدروجين زي ما احنا شايفين كده، وعلى الكاثود السيلفر ايونز ممكن يحصل لها reduction بالشكل دوت كده. even if you apply
external potential higher than E cell reaction that will not be reversed principally لأن الهيدروجين اللي طالع دوت ممكن يحصل له سكيبنج من الخلية، بيحصل له سكيبنج من الخلية فما تقدرش تعكس التفاعل، بيطلع الهيدروجين وتخلص منه ما تقدرش إن أنت تعكس لأن ما فيش هيدروجين موجود عندك، ده بسميها irreversible electrochemical cell. طيب وإحنا في إطار الكلام بتاعنا إن أي إلكترودز هتحطه في electrochemical cell جوه solutions containing its ions ها هيبقى الانترفيس هيبقى charged. طب ايه الاوريجين بتاع التشارجز اللي موجوده ديت او ايه السبب في ان بيتكون عندي دبل لاير؟ دبل لاير معناه ان في عندك تو لايرز، لايرز بوزيتيف ولاير نيجاتيف، حاجه تشبه كده الدبل وول كاباسيتور برضو. كويس، ايه ممكن يحصل عشان يخليه يحصل عندي ايه الدبل لاير فورميشن دوت؟ اول حاجه ممكن يحصل ايونيزيشن، زي ايه مثلا؟ الزنك حطيته في زنك سوليوشنز مثلا، ممكن الزنك دوت يحصل له ايونيزيشن، زنك يطلع زنك 2 بلس ويطلع كمان الكترونز، الالكترونز بتبقى موجوده امبيدد على الايه؟ على السيرفيس بتاع الميتال، بتبقى موجوده على السيرفيس بتاع الميتالز. كويس؟ فهتكون عندي ايه؟ هتكون عندي لاير نيجاتيفلي تشارجد. طيب بما ان الالكترونز اصبح نيجاتيفلي تشارجد يقدر ان هو يعمل اتراكشن لاي ايونز عليها ايه؟ عليها بوزيتيف تشارج سواء هيدريتد او مش هيدريتد، ها فيقدر يعمل له اتراكشن، في انذر لاير بتيجي عليها بوزيتيف تشارج تبدا ان هي يحصل لها ايه؟ اتاتشمنت على الايه؟ على الالكترود اللي هو بيبقى نيجاتيفلي تشارج. فاول ريزون عندي ليه الفورميشن بتاع الدبل لاير دوت هو الايونيزيشن، هو الايونيزيشن احنا شايفينه دوت. تاني ريزون ممكن يخلي فيه عندي دبل لاير دوت ان يحصل عندك سبيسيفيك ادسوربشن. وامتى يحصل دوت؟ لو انت عندك ايونز موجوده في السوليوشن ليها هاي ادسوربشن تندنسي، تقدر تعمل كيمي سوربشن مثلا على الالكترود. كويس، زي مثلا ايه؟ زي الكلورايد ايونز، زي السايثيونيت مثلا. كويس، ديت بتبقى نيجاتيفلي تشارج، تقدر انها تعمل سبيسيفيك ادسوربشن على الالكترود فبتخليه بقى نيجاتيف تشارج، بقى نيجاتيفلي تشارج. في الحاله ديت يقدر برضو سيميلاري يقدر يعمل اتراكشن لايه؟ لاي بوزيتيف ايونز موجوده في السوليوشن فتكون انذر لاير. الكيس الثالثه اللي ممكن تخلي ان يحصل دبل لاير عندي ان يحصل ادسوربشن لاورينتد دايبولز، زي الميه مثلا، ميه موجوده مثلا دي عباره عن ايه؟ عباره عن دايبولز موجوده، الاكسجين عليه نيجاتيف تشارج والهيدروجين عليه ايه؟ عليه بوزيتيف تشارج، فممكن يحصل لي اورينتيشن على اي الكترود بشكل معين يخلي ان الايونز موجوده في اتجاه معين ويخلي الانترفيس تشارجد في الحاله ديت. كويس، فبيقول لي as water that occurs in the direction of the electric field، على حسب الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد اللي موجود. الكلام ده هيتطبق الرسومات اللي موجوده عندي دوت في السلايد ديت. ادي الكيس الاولانيه الايونيزيشن اللي بيحصل ان يحصل ايونيزيشن والانترفيس يبقى تشارجد بالشكل ده، الالكترونز تبقى امبيدد جوه الميتال ويحصل اتاتشمنت لايه؟ لاي بوزيتيف ايونز موجوده في السوليوشن. ادي الكيس الاولانيه اهي. كويس، طيب الحاله الثانيه ان يحصل سبيسيفيك ادسوربشن لاي اناين زي كلورايد مثلا، كلورايد اينز على السيرفيس بقى مش جوه الالكترود، على السيرفيس، ويبدا ان يحصل ايه؟ يحصل اتاتشمنت للبوزيتيف اينز ديت على الانترفيس. الكيس الثالثه ان يحصل اورينتيشن لدايبولز بالشكل اللي موجوده زي الميه ديت، تبقى في حاله دايبولز، سواء طبعا ديبينس على الالكترود مين يا ترى اللي هيعمل اتاتشمنت بالشكل اللي موجود قدامي ده. بيقول لي طب الدبل لاير اللي اتكونت دي يا شباب، الدبل لاير اللي موجوده قدامي ديت الثيكنس بتاعها بيبقى حوالي قد ايه مثلا؟ بيقول لي الثيكنس بتاعها بيبقى في الرينج بتاع ال 5 انجستروم، يعني هو فيري كلوز للايه؟ للاتوميك سايز، 1 اتوم اور 2 اتومز مثلا. كويس، للاتوميك سايز. طيب التشارج السيبريشن بتاع التشارجز دوت اندكتس بوتنشال فيلد ها، واندكتس بوتنشال دروب اكروس ذا انترفيس، بيبقى بيصل الى احيانا الى 1 فولت، يصل الى ايه؟ الى 1 فولت. طيب لما يبقى في عندك 1 فولت ده البوتنشال دروب اللي حصل عندك 1 فولت بوتنشال دروب، والديستانس اللي موجوده اللي هي حوالي 5 انجستروم. كويس، لو انت حبيت تحسب البوتنشال فيلد اللي موجود او الالكتريك فيلد اللي موجود دوت، كويس، هتلاقي ان انت تقسم البوتنشال على ايه؟ على ال 5 انجستروم،
اللي موجودة، بس طبعا حولها للسنتيمتر او حولها للميتر، هتلاقي ان انت عندك فاليو للبوتنشال فيلد اللي موجودة في الرينج بتاع 2 في 10 اس 7 فولت على السنتيمتر. ده فيري هاي بوتنشال فيلد، فيري هاي يعني السيرفس الالكترودز دي بتبقى عليها تبقى اندر الكتريك فيلد فيري هاي، يقدر يخلي رياكشنز اللي ممكن ما تحصلش في يعني محتاجة انرجي عالية جدا ممكن على الالكترود انها تحصل بسهولة جدا، لان البوتنشال فيلد اللي موجود عندي بيبقى عالي. طيب بالنسبة للخلايا اللي هي بتبقى تو الكترود الكتروليتيك سيلز مثلا، بتبقى نفس الشكل بتاع الايه بتاع الجالفانيك سيل بالشكل دوت كده، وممكن تبقى زي ما قلنا ده بنسميها تو كومبارتمنتس تو الكترودز، ممكن تبقى في وان كومبارتمنت ممكن تبقى في وان كومبارتمنت، الاثنين في نفس البيكر كويس. بس عادة انا لو انت حبيت ده مثلا if this is the working electrode اللي هو الالكترود under investigation، ده الالكترود اللي انا مهتم بيه اللي بقى عايز اقيس له البوتنشال بتاعه، اقيس له البوتنشال بتاعه against حاجه اسمها الريفرنس الكترود، لان زي ما قلنا ان ما فيش حاجه اسمها الابسوليوت بوتنشال بتاع يعني اقدر اقيسه، ما اقدرش اقيس ابسوليوت بوتنشال تماما، انما اللي تقدر تقيسه تقيس بوتنشال ديفرنس ما بين تو الكترودز كويس، ما بين تو الكترودز. ازاي بقى اقدر اقيس البوتنشال ديفرنس دوت؟ بتوصل الالكترود عندك بايه؟ بريفرنس الكترود، وهتكلم شويه يعني يمكن في السلايدز اللي جايه ديت يعني ايه ريفرنس الكترودز وايه الكاركترستيك بتاعته عشان اتعرف على ال يعني طريقه عمل الريفرنس الكترودز ده وبستخدمه ازاي. المهم ده الالكترود اللي بيبقى يعني اوف انترست بالنسبه لي، ده بسميه الوركينج الكترود كويس، اللي هو ده اللي بسميه الوركينج الكترود. طيب التاني ده الريفرنس بيبقى ليه كونستنت بوتنشال بغض النظر عن الابلايد كارنت اللي جاي، والالكترون ترانسفير عليه بيبقى فيري فاست، اكستريملي فيري فاست على الريفرنس الكترود ده. طيب لما احب اقيس البوتنشال، البوتنشال بتاعي اللي هو بسميه اي اي، ها وكلمة I ديت يعني جاية من يعني irreversible electrochemical potential كويس، لأن أنت you bias دلوقتي الإلكترود إن هو يعمل potential يعمل reaction معين، فأنت بتتكلم على ال electrolytic cell دلوقتي، بتتكلم على ال irreversible، بتتكلم على potential ما هوش reversible، لا irreversible، خرجت بره reversibility دلوقتي كويس. فالبوتنشال بتاعه هيساوي ايه؟ هيساوي الاي بتاع الوركينج الكترود ماينس الاي بتاع الريفرنس الكترود. يعني ايه بقى بولارايزبل ونون بولارايزبل؟ دي انواع الالكترودز المتاحه بالنسبه لي اللي انا هتدخلني ديت، اشرح ليه الريفرنس الكترودز دايما بتبقى نون بولارايزبل. انواع الالكترودز عندي يا شباب في عندي نوعين، في نوع بسميه بولارايزابل، والبولارايزابل دوت بيبقى ما بيتمش عليه فرادك بروسيس. فرادك بروسيس مقصود بيها ان يحصل الكترون ترانسفير على الالكترود دوت، بسميها فرادك بروسيس. الالكترود ده نفسه هيبقى فيه كيميكال رياكشن انفولفينج الكترون ترانسفير. يعني لو واخد مثلا سي مثلا واخد سيلفر الكترود في سيلفر اينز، السيلفر بيدوب ويديني سيلفر اينز، يعني الالكترود ماتيريال نفسه انفولفد في الالكتروكيميكال رياكشن. الالكترود دوت ما هوش انرت بالنسبه لي دلوقتي، يعني هيعمل الكترون ترانسفير، يبقى لا دوت يبقى عليه فرادك بروسيس. في الحاله دي يبقى عليه فرادك، يبقى ما سموش ايديال بولارايزر، مش هسميه ايديال بولارايزر. امال امتى يبقى ايديال بولارايزر؟ اذا كان هو يعتبر انرت بالنسبه لي بالنسبه للالكتروكيميكال رياكشنز كويس، يعني زي مثلا بلاتينم الكترود او كوبر او كربون الكترودز مثلا جرافايت الكترودز، واخده بتعمل عليه رياكشن، الطبيعي ان البلاتينم دوت ما يبقاش انفولفد في الالكترون ترانسفير اللي شغال، ها هو نفسه ما يحصلش عليه فرادك بروسيس، ما يحصلش عليه فرادك بروسيس كويس، يعني نو فرادك بروسيس ويل بروسيد على الايديال بولارايزابل الكترود كويس. بيقول لي بقى ايه الفيتشرز بتاعت الايديال بولارايزابل ده؟ بيقول لي از فيتشرد ويز نو فارادي كارنت، نو فارادي كارنت ويل فلو وين الكترود بوتنشال از فاري، تغير البوتنشال زي ما انت عايز
مش هيحصل اي فرادك بروسيس، مش هيتغير الالكترود دوت اللي موجود ده. بس طبعا الكلام دوت بيبقى ابلايد يعني وزين سبيسيفيك دومين، يعني في بوتنشال رينج كده تقدر ان انت تو ابلاي فيشتغل معاك ايديال بولارايزبل. ممكن لو خرجت بره الرينج دوت ما يبقاش ايديال بولارايزبل، كويس. فبيقول لي الكلام دوت يمشي معايا ايه، يمشي معايا قوي كويس قوي في الوركينج الكترودز، لان ببقى محتاج ان انا الوركينج الكترود دوت اجنبه الفرادك بروسيس ديت او الكاونتر الكترودز. الكاونتر الكترودز ده هو الالكترود المكمل في الخليه، اي خليه لازم يبقى فيها وركينج وفيها كاونتر، كويس، عشان الكرنت بيمر ما بين الوركينج والايه والكاونتر، كويس. لو انت عايز تقيس البوتنشال على الوركينج الكترود محتاج توصل الكترود ثالث بسميه الريفرنس الكترود، بيتصل ما بين الوركينج ها واير ما بين الوركينج وما بين الريفرنس الكترود وما بينهم افوميتر مثلا عشان يقيس البوتنشال ده. يبقى اسينشالي اي خليه لازم يبقى فيها وركينج وفيها كاونتر عشان الكرنت يمر ما بينهم. طيب لو حبيت تقيس البوتنشال بتاع الوركينج توصل انذر الكترود بالنسبه للوركينج وخلالهم يكون في افوميتر عشان يقيس البوتنشال بتاعك اللي موجود، كويس. يبقى بالنسبه للوركينج والكاونتر دايما لازم يكونوا الاثنين دولت ايه ايديال بولاريزابل الكترودز، ما يحصلش عليهم اي فرادك ايه اي فرادك بروسيس. بيقول لي من الفيتشرز بتاعت الايديال بولاريزابل الكترود هي كمان ان هي الالكترودز دي they should have very high polarization او charge transfer resistance. يعني ايه؟ يعني ما تسمحش بسهوله ها ان اللي يحصل عليه الالكترون ترانسفير، والا هيحصل ايونيزيشن، هيحصل فرادك بروسيس، كويس. فلازم يبقى فيه ليها بولاريزيشن ريزيستنس عاليه جدا، او البولاريزيشن دي بسميها برضو تشارج ترانسفير ريزيستنس، تشارج ترانسفير ريزيستنس، كويس. عكس الكلام دوت موجود بقى ايه في الايديال نون بولاريزابل الكترودز. الايديال نون بولاريزابل الكترودز ديت يعني بيبقى بيتم عليها فرادك بروسيس، وبتبقى ليها فيري سمول او almost زيرو polarization resistance، بيبقى ليها almost zero polarization resistance، كويس، وبيبقى ليها very large exchange current density. ده الريت اللي بيحصل عليها بتاع الالكترون ترانسفير اللي بيحصل عليها، هي اللي هو الاكسشينج كارنت دنسي ده بيبقى عالي جدا، اي كارنت بيعدي بيمر بسهوله جدا، مفيش اي ريزيستنس للايه للالكترون فلو. طبعا الريفرنس الكترودز لازم تبقى فيتشرد بالكاركترستكس دي، تبقى ايدر نون بولاريزابل عشان ما تيجي تغير البوتنشال بتاع الخليه مثلا ها، اي بوتنشال تغيره الكرنت بيمر بسهوله جدا جوه الايه جوه الريفرنس الكترودز، فما يعدلش البوتنشال بتاعه، ما يعدلش الايه تعتبر زي الواير كده، ما هو كانك موصل واير، اي كرنت يعدي تقوم واخده ايه ومعدي الناحيه الثانيه، كويس، فما يغيرش في البوتنشال بتاعه. دول النوعين المهمين جدا بتاع الالكترودز، يا اما بولارايزابل الكترودز يا اما نان بولارايزابل الكترودز. طبعا زي ما قلت ان يعني الايديال بولارايزابل از يعني سبوزد ان هو ما يعديش اي فراد الكرنت، بس ده طبعا دي الايديال كيس، ديت ايه الايديال كيس، لكن ان رياليتي ممكن فيري سمول كرنت ممكن يعدي. طيب لو انا افترضت ان هو ايديال ما بيعديش تماما، فبالتالي الايكوفلنت سيركتس، الايكوفلنت سيركتس ديت رسومات بتوصف البروسيس اللي بتحصل على الالكترود. لو هو ايديال بولارايزابل يبقى هو الايكوفلنت سيركت بتاعته بتبقى شبه الكاباستور اللي موجود دوت، لو الكوندنسر اللي موجود دوت، كويس، بيبقى الكوندنسر دوت فيتشرد ان هنا في فيري هاي بولاريزيشن ريزيستنس، ما بين في هنا فيري هاي بولاريزيشن ما يسمحش بمرور الايه الكرنت اللي موجود دوت، لو هو ايدل ما بيمررش اي حاجه. لكن الرياليتي قلنا ان في جزء صغير من الكرنت بيعدي، ممكن يعدي في الحاله ديت، بحتاج ان انا اوصل في السيركت ديت ان باراليل مع الكوندنسر اللي موجود دوت، بوصل هاي ريزيستنس، هاي ريزيستنس موجوده ها عشان لو في اي كارنت بيعدي يبقى هي بتصف المرور بتاع الكارنت من خلال الريزيستنس العاليه، لكن ما فيش كارنت بيعدي من خلال الكوندنسر اللي فوق ده، ما فيش كارنت بيعدي من خلال الكوندنسر اللي موجود ده. طيب هاو اباوت لو في اي ايونيك سبيشيز جوه السوليوشن بقى جوه الالكترولايت، ممكن انها يحصل لها اتاتشمنت على الالكترود ويحصل الكترون ترانسفير مع الماتيريالز اللي هي جايه من السوليوشن ديت، كويس، ها هي اللي يحصل لها اكسده او يحصل لها اختزال. في الحاله ديت محتاج ان انا اعدل في الايكوفلنت سيركت اللي موجوده ديت عشان اوصل ايه اوصل معايا ها
فرادك ريزيستنس موجوده هنا. لو في اي ايونيك سبيشيز جوه السوليوشن ممكن تبقى اكتف بالنسبه لي، وممكن ان هي يحصل لها ايه، يحصل لها اي ريدوكس رياكشنز على الالكترود، اوصل فرادك ريزيستنس مع الايه، مع السيركتس اللي احنا لسه متكلمين عليها. كويس. طيب لو في اي مشاكل في الديفيوجن بتاع الماتيريالز دي بقى، اللي هي الاكتيف ماتيريالز اللي موجوده، لو في اي مشاكل الديفيوجن بتاعها من البالك الى السيرفيس بتاع الالكترود، في الحاله ديت لازم ان انا اوصل كمان انظر امبيدنس element في الخليه اللي هو بديله الرمز اللي زي الدبليو دوت، ارمز له دوت، فدوت ريفلكتس ان انت في عندك مشاكل في الايه، في الديفيوجن بتاع الاكتيف سبيشيز اللي موجود في السوليوشن، ودوت بسميها الروبرج امبيدنس element، روبرج امبيدنس element. كده اتكلمنا على انواع الالكترودز والايكوفالنس بتاعتها. دوت شكل للثري الكترود سيستمز، ان بيبقى في عندك الوركينج الكترود. الوركينج الكترود دوت متصل بالكاونتر الكترود اللي هو بيكمل الخليه، والتيار بيمر ما بينهم. ممكن يبقى في باتري كمان موجوده ما بين ادي الوركينج الكترود وادي الباتري وادي الكاونتر الكترود، والتيار بيمر ما بين الوركينج وما بين الايه، ما بين الكاونتر. طيب هل تكتفي الخليه؟ تبقى مكتمله كده لو انت مش محتاج تقيس بوتنشال او اي حاجه ما بين الوركينج وما بين الكاونتر. لو عايز تقيس البوتنشال بتاع الكاونتر بتاع الوركينج الكترود دوت، بتوصله بافوميتر او فولتاميتر مع ريفرنس الكترود زي ما احنا قلنا، ادي الوركينج ومتصل معايا بخليه اهو، شبه خليه تانيه، مع افوميتر او فولتاميتر مع ريفرنس الكترود. الكاونتر بالمناسبه الكترود دوت ممكن انا اسميه اوكزيلري الكترود، بسميه الكاونتر ده بسميه اوكزيلري الكترود، وهو اللي بيبقى كومبليت السيركت تو ميجر الكرنت وزاوت ايه، وزاوت امبيدنج اتس باسج. كويس. انواع بقى من الكاونتر ممكن يبقى مثلا زي البلاتينم شيت، وات ايفر اللي انت بتكون محتاجه. المهم ان هو يعني عاده بتبقى محتاج ان هو يكون انرت في الخليه اللي عندك، يعني يبقى ايديال بولاريزابل الكترود. طيب بالنسبه للالكترو كينيتكس بقى، ده يعني بدايه المنهج بتاعنا اللي احنا المفروض ان احنا نتعامل معاه السمستر دوت. وده يعني شيء فيري انترستنج الحقيقه، ان انت تفهم الديتيلز بتاعه الالكتروكيميكال بروسيس دي. لو احنا ادينا مثال مثلا، لو قلنا مثلا في مجموعه من الطلبه خارجين من باب الجامعه ومتجهين عايزين يركبوا المترو مثلا على سبيل المثال، فهيمروا بمراحل مختلفه. يعني هيطلع من باب الجامعه اللي ممكن يبقى عليها جام مثلا، ممكن يبقى عليها زحام شديد، ها، وبعد كده هيطلع لو كل حاجه سالكه معاه لمحطه المترو. كويس. فاللي هيحدد سرعه انتقاله من الكلاس الى المترو، او الى حتى كمان الى وصوله الى المنزل، هي اضيق منطقه او اسحب منطقه او ذا سلوست ستيب في البروسيس دي كلها، اللي هي الجام اللي حصلت عند الباب، على حسب هو هيطلع بسرعه قد ايه من الباب، لان كل حاجه غيرها بعد كده هتبقى ايه، هتبقى فيري فاست. كويس. فعاده الاوفرول ريت بتاع وصوله للبيت هيعتمد على ايه، على الخطوه اللي هي ذا سلوست ديت، اللي هي موجوده عند الايه، عند الجام، على باب الايه، على باب الجامع. نفس الكلام الكيميكال رياكشنز، ببص اشوف الكيميكال رياكشنز دي انفولفنج هاو ماني ستيبس مثلا، اعرف الستيبس اللي موجوده، ودي هتكلم عنها يعني في ايه، في خطوات لاحقه. كويس. طيب الستيبس دي كلها، هل يا ترى كلها ليها نفس السبيد، ولا في واحده اعلى من الثانيه وفي واحده اقل؟ عاده بتلاقي ان في واحده مختلف عن الاخرى. كويس. فالاوفرول ريت بتاع الالكتروكيميكال رياكشنز دوت ويل بي ايدنتيفايد او اسايند او استيميتد بيزد على السلوست ستيب اللي موجوده عندي. طيب الميثودز اللي بيستخدموها بقى عشان يعني تو ريبورت الكينيتيك بروبرتيز او الكينيتيك اليمنتس او الكينيتيك كاركترستيك بتاع اي الكتروكيميكال رياكشنز، طرق كتيره. في منها اللي هو يعني الفيري سامبل بس هيديك تايم كونسيومينج مثلا، في منها اللي هو كمبيوترايز بس ممكن يبقى 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 اكسبنسيف. فلو اتكلمنا على الميثودز ديت، اول ميثود بيسموها البولاريزيشن ميثودز ديت،
البولاريزيشن ميثودز ديت عباره يعني بتبقى almost manual، وبقيس انا البوتنشال كارنت كيرفز ديت بتبقى ريكوردد، بتعمل لها ريكوردنج وبتعمل لها اناليسيس عشان تحصل على الكينيتيك بارامترز ديت اللي موجوده دي، الماس ترانسفير كوفيشنتس بالنسبه للريفرسبل بروسيسز. لان احنا هنيجي في الريفرسبل بروسيسز ديت هتشوف انها يعني ماس ترانسفير كنترول، هتبقى ترانسفير يعني كنترولد بالماس ترانسفير موجود في السوليوشن. عكس الكلام دوت ان انت لو بتتكلم على الريفرسبل بروسيس هتبقى تشارج ترانسفير بروسيس كنترول، فتشارج ترانسفير كنترول فتقدر تعين ليها الريت كونستانتس بتاعت الريفرسبل بروسيسز. لو هي حاجه ان بتوين يعني الماس ترانسفير اولموست يعني ايه قريب جدا من التشارج ترانسفير، ده هنسميها الكوازي ريفرسبل بروسيسز، والتفاصيل بتاعتهم هتيجي بعد كده ان شاء الله. كويس. الطريقه الاخرى بنسميها الكلاسيك ستيدي ميثود، كلاسيك او ستيدي ميثود. كويس. دي بتبقى يعني سيوتابل للريفرسبل والكوازي ريفرسبل بروسيسز، البوتنشال بيتغير والكورسبوندنج كارنت بيتقاس، او العكس تغير الكارنت وتقيس الايه، تقيس البوتنشال ده بوينت باي بوينت، فبالتالي البروسيس نفسها ايه مانوال. ها ف اتس تايم كونسيومينج، ده احد الديس ادفانتج بتاع البروسيس دي، بس هي فيري سيمبل وفيري ايه فيري ايزي، وما فيش فيها اي تعقيد يعني ما فيش اي سوفيستيكيشن فيها. فحتى بعد ما تطلع انت البوتنشال كارنت كيرفز ديت ممكن ان انت ايه ترسمهم بقى وتطلع بولاريزيشن كيرفز ليهم، فالبروسيس سهله جدا. هي اللي دلوقتي يعني اب تو ديت اللي هي الريلاكسيشن ميثود دي، ودي بتبقى كمبيوترايز اولموست يعني، وبتبقى سيوتابل لكل البروسيسز دي، ودي دي طبعا ادفانتج ايه بالنسبه لها. البوتنشال بتابلاي بوتنشال على الالكترود اللي موجود عندك اللي هو الوركينج الكترود، وانستنتينيوسلي تقدر تقيس الكرنت اللي موجود، وبيترسم عندك از فانكشن اوف تايم، يعني الكرنت تقدر ان انت ايه ان انت تقيسه كمان مع ابلاي a given value of potential وتشوف تغير الكرنت مع التايم اللي موجود، وتقدر ترسم علاقه ما بين الاي تي او الاي تي، يعني لو انت if you apply current تقدر تقيس البوتنشال مع التايم. كويس. او if you apply potential تقدر تقيس الكرنت مع الايه مع التايم، وتقدر ان انت تعمل اناليسز للداتا ديت، وتقدر تصمم منهم كمان بولاريزيشن كيرف اللي هو دايما نسميه الاي اي كيرفز ديت، بوتنشال مع التايم. ها عند طبعا given time معين. كويس. ممكن يبقى يحصل لك construction اما automatic او simultaneous recording of the potential of working electrode with respect to a reference electrode. كويس. وتقدر تقيس الكرنت كمان معاه instantaneously. كويس. لو ال EI اللي هو البولاريزيشن كيرفز دوت اتقاس very slowly يعني عند very slow scan rate، كويس، الريزلتس ديت ممكن تبقى فيري سيميلر للايه الستيدي ستيت ميجرمنتس، يعني الستيدي ستيت ميجرمنتس دايما بتتقاس ايه بتتقاس فيري سلولي. كويس. امثله كتيره بقى على الريلاكسيشن ميثود ده اللي هي الامبيرومتري، الكولومتري، السايكل فولتمتري، كل دي تكنيكس في الالكتروكيمستري مهمه. الامبيرومتري مثلا تقدر تو ابلاي جيفن بوتنشال وتتابع التغير بتاع الكرنت مع الايه مع التايم، الكولومتري تقدر تتابع تغير التشارجز نفسها مع الايه مع التايم. كويس. السايكلينج فولتمتري ده تقدر تغير البوتنشال وتقيس الكورسبوندنج كارنت اللي موجوده عندك، وتروح تعكس الدايركشن بتاع البايزنج اللي موجود، سواء كنت ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف او من النيجاتيف للبوزيتيف. ها وتقدر تحصل على معلومات مهمه جدا ومفيده باستخدام التكنيكس اللي موجوده اللي عندي ده. تقدر كمان ان انت تو ابلاي اي سي سيجنال عندك عشان تقدر مع الدي سي سيجنال طبعا عشان تعمل اناليسز للايه الامبيدنس سبيكترا، فكل ديت عباره عن ادفانتجز للايه الريلاكسيشن. ودي امثله للاوتبوت داتا اللي بتطلع عندها، ده شكل السي في اللي زي ما قلت ان بتعمل
بايزنج لبوتنشال، شوف هو هنا عامله ايه في الدايركشن دوت، ادي البوتنشال بيتغير معايا والكرنت بي ايه بيتغير معايا بالشكل اللي قدامي دوت. هو عمل هنا كده، ده الاوكسيديشن، بدأ يحصل ايه اوكسيديشن كرنت عندي، ها، ويبدأ يتغير يطلع بالشكل ده. لو انت عكست البوتنشال الدايركشن بتاعي يبدأ يحصل على ايه، على الريدكشن كرنت اللي موجود عندي، وارجع للنقطة ده البداية. طبعا عادة بتبقى هي نفس نقطة الايه اللي بتبدأ عندها، ها، بتبقى هي نفس النقطة اللي بتنتهي عندها، او ممكن تغير عادي مفيش مشكلة. اما البوتنشال اللي موجود عندي هنا ده عادة بيسموه الانفيرتد ايه، الانفيرتد بوتنشال، كويس. وتقدر ان انت تو ابلاي يعني سبيسيفيك بوتنشال في احد التجارب، وتقدر ان انت ايه تعين الكرنت، تغير الكرنت دوت اللي هو بنسميه الامبيرومتري. الكرنت بيتغير ازاي؟ اوفر تايم. اوفر تايم ده الامبيرومتري دوت، ان انت تو ابلاي جيفن بوتنشال وتشوف تغير الكرنت مع الايه، مع التايم شكله عامل ازاي. طيب فاراداي لو طبعا لعلنا يعني كتير مننا سمع عنه في المراحل السابقة. فاراداي لو يعني كونسيرند مع الحسابات بتاعت الماس اللي ممكن تبقى ديبوستد على الكترود في الكتروكيميكال رياكشنز، او الماس اللي ممكن تبقى ريليز، ها، يعني زنك مثلا بيدوب يقدر يحسب لك الكميه اللي هتدوب قد ايه، ها، كبر بيترص بيقدر يحسب الكميه اللي هتترص قد ايه، كويس. عاده القانون بتاع فاراديز ده فيه تو ديفرنت يعني لوز. الفيرست فاراديز فيرست لو ده بيتكلم ان الماس دايما تتناسب مع الايه، مع الاماونت اوف الكتريستي او التشارج اللي هي ابلايد في جيفن الكتروكيميكال رياكشنز. القانون الثاني بيقول ان الماس انت في ابلاي ذا سيم كوانتيتي اوف الكتريستي لديفرنت رياكشنز، الماس اللي هتبقى دي باسز هتبقى ايكويفالنت او بروبورشنال تو الالكتروكيميكال ايكويفالنت بتاع الماتيريالز اللي موجوده. الالكتروكيميكال ايكويفالنت بيزيكلي بيتكلم على ايه، بيتكلم على النمبر اوف الكترونز انفولفد في الرياكشن اللي موجود دوت. لو انت عندك مثلا سي مثلا سيلفر ايونز بيحتاج كل 1 مول من السيلفر ايونز بيحتاج 1 مول اوف الكترونز عشان يحصل له ايه ديبوزيشن، لكن لو كبر بيحتاج 2 مولز اوف الكترونز. فده هيميز ما بين الايه، ما بين if you apply the same electricity في البوث رياكشن سيلفر والكبر، سيلفر ايونز وكبر ايونز، لا الماس اللي دي بص هتبقى مختلفه بيز على الالكتروكيميكال ايكويفالنس بتاع الرياكشن اللي موجوده. فالالكتروكيميكال ايكويفالنس اللي موجود دوت اللي هو ريفلكتس المولر ماس بتاع الايونز اللي موجوده على النمبر اوف الكترونز انفولفد في الرياكشن اللي موجود عندنا في الاستوكيوميتريك رياكشن ده، اللي هي المولر ماس على الايه، على النمبر اوف الكترونز. فالكومبينيشن بتاع التو لوز اوف فاراديز ده بتقول لي ايه، بتقول لي ان الماس بيزيكلي بتاعت اي الكترو اكتيف سبيشيز الماس ديت، ها، هتساوي الكرنت الابلايد في السيركت في التايم اوف ديبوزيشن اللي هو تي، كويس، قد ايه، او التايم اوف الكتروكيميكال التايم اوف رياكشن تايمز المولر ماس بتاعت الالكترو اكتيف سبيشيز. طبعا كل واحد ليه اليونت بتاعته واضحه قدامك تحت. الان ديت هي اهم حاجه بالنسبه لي هنا دلوقتي، لان هي الكونسيرند مع سكند لو اوف فاراديز او فاراديز سكند لو، هي عباره عن النمبر اوف الكترونز انفولفد، ها، بتبقى يعني how many electrons per mole of electroactive species. how many يبقى اليون بتاعتها electrons per mole، electrons per ايه، per mole. الاف دوت هو الفارادايز كونستانت، ودوت بيساوي 96500 كولوم per mole of electrons، كويس، 96500 كولوم per mole of electrons، والكيو هي التشارج اللي موجود عندي، كويس. طبعا احنا عارفين الاي تي بتساوي ايه، بتساوي كيو، يعني الاماونت اوف الكتريستي او التشارج اللي هي ابلايد اللي هي الاي تي اللي هي بتساوي كيو. يعني ممكن تشيل الاي تي وتحط مكانها ايه، مكانها الكيو. لكن في عندي اكسبيرمنت دايما بتتعمل اللي هي بنسميها الريفرنس اكسبيرمنت، او بنسميها بلانك اكسبيرمنت. الاكسبيرمنت ديت مقصود بيها ان انت يعني لو انت
if you concerned with مثلا الديبوزيشن بتاع الزنك مثلا في الكترولايت معين، او الديبوزيشن بتاع الكوبر ايونز مثلا في اكسبيرمنت معين، ها في الكترولايت معين، لازم تعمل بلانك اكسبيرمنت للالكترولايت بدون الزنك الاول او بدون الكوبر الاول، عشان تشوف لو في اي تشارجز كونسيوم في نفس البوتنشال دومين اللي انت هتعمل له ابلكيشن على الكبر او على الزنك. بس بتعمل الاكسبيرمنت ديت الاول بدون الكبر وبدون الزنك، كويس، عشان تشوف لو في اي تشارجز محتاجها الالكترولايت من غير الاكتيف سبيشيز الاول. في الحاله دي لو هو احتاج حاجه الالكتريستي ديت او التشارجز اللي عدت ديت دي هسميها الكيو داش، هسميها الكيو داش اللي هي بتبقى عبارة عن charge consumed in presence of the supporting electrolyte and in absence of the electroactive species. وتعيد التجربة تاني in presence of the active species وتعين ال Q بقى، ها. وبعد كده اجي اقول بقى لو انت عايز تحسب ال N اللي هو number of electrons transferred دوت، هقول انها بتساوي ال Q minus Q dash في ال MW على ال MF. انا طبعا عملت ري ارينجمنت للايكويشن اللي موجوده ديت عشان لو هو عاوز يحسب النمبر اوف الكترون ترانسفير، كويس. ففي الحاله ديت يبقى البلانك اكسبيرمنت مهمه جدا بالنسبه لي عشان تبقى الريزلتس اللي طالعه تبقى طيب. احنا قلنا في حاله الريفرسيبيليتي لو انت ات ايكوليبريم، يعني if you are talking about external battery متصلة بالسيل اللي موجودة والبوتنشال بتاع الباتري دوت او الفولتج بتاعها exactly the same as the cell potential، يبقى انت at equilibrium. يبقى او لا سيما لو انت بتتكلم على reversible reactions، ها. في الحالة ديت الانوديك كارنت هيساوي الكاثوديك كارنت، والنت كارنت اللي موجود عندي هيساوي ايه؟ هيساوي اللي هو الانوديك ماينس الكاثوديك، فهيساوي الاثنين ليهم نفس الفاليو، فا اوفرول التوتال هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو عندي. في الحاله ديت اقدر ارمز للبوتنشال اقول اي ات اي بيساوي زيرو، ده اسمه الايكوليبريم، او الاي ريفرسبل. الريفرسبل ده معناه ان انا ات ايكوليبريم، يعني النت كارنت بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. طب لو النت كارنت بيساوي زيرو هل في بوتنشال؟ اه ممكن يبقى في بوتنشال. البوتنشال دوت بسميه الاوبن سيركت بوتنشال. الاوبن سيركت يعني اوبن سيركت يعني مفيش الكترون فلو، كويس. في الحاله ديت بسميه الاوبن سيركت، وده ده 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 رمز متعارف عليه جدا في الايه الالكتروكيمستري. يعني ايه اوبن سيركت؟ اوبن سيركت بوتنشال يعني انت ات ايكوليبريم، يعني الانوديك كارنت بيساوي الكاثوديك كارنت، نو نت كارنت فلو هيحصل عندك. ده بسميه ريفرسبل بوتنشال اللي موجود عندي، اللي هو اللي عنده بيحصل نو نت كارنت فلو. طيب يبقى انت لو انت دلوقتي بتتكلم على reversible conditions هيبقى مفيش net current هيتم عندك. طيب لو انت عاوز ان انت تعمل biasing لإلكترود تخليه ان انت تجبره ان هو يشتغل انوديك او تجبره ان هو يشتغل كاثوديك، قلنا ان احنا تقدر توصل ايه باتري من بره حتى لو هو الكونديشنز اللي موجوده عنده. طبعا الكلام ده في الريفرسبل ايه بروسيسز، ها، حتى لو هو كان يعني ثيرموداينامكالي فيفربل في دايركشن معين، ممكن تقدر تعكسه انت وتخليه يمشي في النون سبونتينيوس دايركشن، نون سبونتينيوس دايركشن، كويس. في الحاله ديت بسميها بقى في الحاله دي ان انا خلاص وجهته في اتجاه تاني، الاتجاه ده irreversible، مش هيقدر ان هو يمشي في الاتجاهين، هيمشي في اتجاه واحد فقط اللي هو بسميه irreversible. او احيانا بيقولوا الاكسترنال، مثلا في اكسترنال بايزنج في اتجاه معين، بس ده انا هسميه يعني فور سمبلستي هسميه الاي اي دوت، الاي اي 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 اللي هو الايرفيرسبل ده عامل بايزنج، ها. طيب في الحاله ديت انت لازم تعمل ابلكيشن لبوتنشال عليه اعلى من الريفرسبل بوتنشال بتاعه، اعلى من الايه؟ من الريفرسبل، لانه عند الريفرسبل هيبقى ات ايكوليبريم ونو نت كارنت اي مور. طيب لو انت عايز تخلي فيه كارنت بقى بيمر، ابلاي بوتنشال هاير ذان الريفرسبل بوتنشال.
طيب البوتنشال دوت هيساوي ايه بقى، او الكميه او البولاريزيشن اللي هيحصل ده، او الاكسس بوتنشال اللي انت يو ويل ابلاي ده، بسميه البولاريزيشن. بيساوي ايه بقى؟ بيساوي الاي اي ماينس الاي ريفرس. الاي ريفرس دوت اللي هو عندها الكرنت بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو، اللي هو الاوبن سيركت، كويس. والاي اي دوت اللي هو الاير ريفرسبل بوتنشال، الاير ريفرسبل بوتنشال اللي انت هتعمله. يعني لو الاي ريفرسبل دوت سي مثلا بيساوي 0.76، وانت يو ابلايد بوتنشال مثلا بيساوي مثلا سي مثلا ايه 1 فولت مثلا، البي ديت هي هتبقى عباره عن ال 1 ماينس 0.76، كويس. هي دي اللي هتبقى البولاريزيشن. عملت له بولاريزيشن بمقدار معين عشان توجهه في الاتجاه المعين ده، اما ان هو يشتغل انوديك او يشتغل ايه، يشتغل كاثوديك، كويس. فتقدر تعمل الانوديك بولاريزيشن وتقدر تعمل الكاثوديك بولاريزيشن. اللي هيبقى متصل بالكاثود هيبقى هيشتغل كاثود، والمتصل بالانود هيشتغل معايا ايه، هيشتغل معايا انود. طيب يبقى تقدر تعمل الانوديك بولاريزيشن. في الانوديك بولاريزيشن الانوديك كارنت هيبقى اعلى من الكاثوديك كارنت، كويس. والنت كارنت عندي هيبقى ايه، هيبقى بوزيتيف، هيبقى ايه، هيبقى بوزيتيف. اما في حاله الكاثوديك بولاريزيشن هيبقى النت كارنت عندي هيبقى ايه، هيبقى نيجاتيف، وهيبقى كاثوديك. احنا قلنا ان الاي اللي عندها الكرنت بيساوي زيرو ديت هسميها الاوبن سيركت بوتنشال. طيب لو انت عندك سنجل ريدوكس بروسيس، هي عمليه بروسيس واحده اللي موجوده، يبقى قلنا البولاريزيشن بتاعي هيساوي الايه، الاي اي ماينس الاي ريفرسبل، اي اي ماينس الاي ريفرسبل، كويس. طيب بالمناسبه الاي ريفرسبل دوت اللي هو بيتقاس معايا او يعني اللي بيحسبه هي ما يسمى بالنيرنس ايكويشن دوت. احتمال يعني ان شاء الله يعني بعد كام محاضره نتعرف على النيرنس ايكويشن ديت بتصف ايه. يبقى النيرنس ايكويشن دي بتتكلم على الريفرسبل بروسيسز اللي هي اللي يعني توصف الكونديشنز اللي عندها ات ايكوليبريم، ات ايه، ات ايكوليبريم. طيب الاوفر بوتنشال اما بتكلم عليه يبقى دخلت في الريفرسبل كونديشنز، في الريفرسبل بايزنج. ها يعني الكترود بتجبره ان هو يكون انود، او بتجبره ان هو يكون ايه، ان هو يكون كاثود. ساعات بسميها اوفر بوتنشال، برمز لها ايتا كده، او احيانا هي بقول عليها اوفر فولتج، بقول عليها اوفر فولتج. يبقى الديفينيشن بتاع الاوفر بوتنشال دوت هو عباره عن الاكسترا بوتنشال اوفر ذا ايكوليبريم بوتنشال أو reversible potential that drives the process in a specific direction at a given rate. That drives اللي هي بتوجه ال process دي في specific direction at a given rate. لو ال eta، لو انت بتعمل يعني driving ال process في ال anodic direction، يبقى eta ديت هيبقى ليها positive value، وهتتكلم على انوديك بولاريزيشن. اما لو كنت بتتكلم على الكيس الثانيه اللي هي ان الكاثوديك بولاريزيشن، الايتا ديت هتبقى ايه، هتبقى في النيجاتيف، في النيجاتيف فاليو، كويس. طيب الريت اوف الكتروكيميكال رياكشنز دايما بيتقاس بالكرنت دنسيتي، يتقاس بالكرنت دنسيتي اللي هو اليونت بتاعتها بتبقى ايه على سكوير سنتيمتر، على سكوير سنتيمتر، كويس. بيقول لي دوت عباره عن ايه، الكرنت دنسيتي از ميجر اوف ذا ريت اوف ريدوكس بروسيس رانينج ات ذا انود اند كاثود اوف ذا الكتروكيميكال. طبعا هو نفس الريت اللي موجود على الانود، هو اللي موجود على الكاثود. ممكن حد منهم هو اللي يعني يحدد السرعه او الريت دوت، لكن هو نفس التفاعل اللي موجود ايه، نفس الريت اللي موجود على بوث رياكشنز موجود. بيقول لي طيب لو انت يعني عندك مثلا الكتروكيميكال رياكشن، اوكسيدنت بيحصل له ريدكشن ويتحول الى ريدكتنت مثلا، ها حبيت تحسب الريت بتاع الكلام ده، هو عباره عن معدل تغير التركيز بتاع الاوكسيدنت بالنسبه للتايم، هو ده المعدل. ها او خلي بالك وحاطط نيجاتيف ساين هنا لانه عباره عن الكونسامشن بتاع الايه، لو لان الرياكشن ماشي في الاتجاه دوت، كويس. فمع التايم الاوكسيدنت تركيزه بيقل، فهو حاطط النيجاتيف ساين ديت اللي موجوده قدامي، النيجاتيف ساين كانديكيشن ان التركيز بتاع الاوكسيدنت دوت هيجرى له ايه، هيقل معايا مع التايم، كويس. او تقدر تقول ان هو عباره عن معدل تغير التركيز بتاع الريدكتنت اللي هو بيزيد مع التايم دوت، مع التايم،
كويس. طيب اليونت بتاعته تبقى ايه بقى؟ تبقى مول سنتيمتر ماينس 2 سكند ماينس ريت، يعني يعني بير تايم على طول. طيب ال ان ديت اللي هي عباره عن التركيز على السيرفس اللي موجود، فهي مول بير سنتيمتر سكوير. كويس. طيب بيقول لي لو انت حبيت تعمل يعني انسبكشن لليونت بتاعت كوانتيتي زي اللي قدامي دي اي على ان اف، شوف كده اليونت بتاعتها تطلع بايه. الكرنت دوت اليونت بتاعته بيساوي ايه؟ الكرنت اهو شايف بالايه، بالامبير بير سنتيمتر سكوير. طب والان، الان اللي موجوده اللي هي مول الكترونز على مول اوكسيدنت. طيب والاف اللي هي كولومز، اللي هي يعني هنقول 96500 كولوم على على مول اوف الكترون. لكل مول اوف دي التشارج بتاعت 1 مول اوف، هي فاراداي تعريفه كده هي عباره عن التشارج بتاعت 1 مول اوف الكترونز اللي هي بتساوي 96500 ايه كولومز. لو انت جمعت اليونتس دي مع بعضيها كده كويس، وطبعا انت عارف ان الامبير بيساوي ايه، بيساوي كولوم على سكند. الامبير بيساوي ايه، كولوم على سكند. طيب اعمل كده يعني يعني اختصار لليونتس دي مع بعضيها، ها طير المتشابه مع بعضه اذا كان في البسط والمقام وكده، هتفاجئ في النهايه ان اليونت بتاعتها بتاعت الاي على ان اف ديت، الاي على ان اف ديت هي بتساوي ايه، مول سنتيمتر ماينس 2 سكند ماينس 1، يعني اكزاكتلي ذا سيم زي الايه، اليونت بتاعت الريت بتاع الرياكشن. فبالتالي الاي ان على ان اف ديت هي ريبريزنت بالنسبه لي الريت اوف الكتروكيميكال رياكشنز، اي والاي ده هو الكرنت دينستي، ها على ال ان اف دوت. يبقى هي دي بالنسبه لي، ها اليونت دي على بعضيها هي بالنسبه لي الريت اوف الكتروكيميكال. يعني لو جبت لك مساله وقلت لك احسب الريت اوف الكتروكيميكال رياكشنز واديتك الكرنت دينستي ها لرياكشن، واديتك الرياكشن وعرفت انت ال ان بتاعته بتساوي كام، ببساطه شديده جدا. ودي طبعا احد المسائل اللي سهل جدا تيجي في الامتحان مثلا، اللي هو احسب الريت اوف الكتروكيميكال رياكشن على طول تعوض فيها وتطلع الاي على ان اف هو دوت بالنسبه لي الريت اوف الكتروكيميكال رياكشن. كويس. يبقى الكرنت دينستي بتاع اي كيميكال رياكشن كان ايزلي بروب ذا ريت اوف الكتروكيميكال رياكشنز، ها لان ببساطه الاي على ان اف زي ما قلنا هو دوت الالكتروكيميكال ايه رياكشنز. بيقول لي بقى از الكتروكيميكال رياكشنز كونسيرن ويز ذا ماتيريال تشينج اند ذا تشارج ترانسفير، ها يعني الكتروكيميكال رياكشنز يهمه جدا التغير بتاع الالكترو اكتيف سبيشيز من ناحيه الكونسنتريشنز او من ناحيه التركيز بتاعها، ويهمه كمان التشارج ترانسفير والسرعه بتاعته اللي هتبقى موجوده على الالكترودز. كويس. يبقى equations concerned with the surface area of the electrode not the volume of the electrolyte. كويس. يبقى لان دي عباره عن surface reactions، فما يهمنيش انا البالك الفوليوم بتاع الالكترولايت، ولا يهمني الفوليوم بتاع الالكترود، انا يهمني السيرفيس اريا اللي هيحصل عليه الرياكشنز اللي موجود عندي. طيب الستيبس بقى بتاعت الكتروكيميكال رياكشنز، اي جنرال الكتروكيميكال، لو انا خدت اوكسيدنت والكيس ديت مثلا ويحصل له ريدكشن عشان يديني الريدكتنت دوت، ايه يا ترى اللي ممكن يحصل؟ الاوكسيدنت دوت موجود في الكترولايت صح؟ ف جنرالي الالكترولايت دوت ليه تركيز معين. كويس. والتركيز دوت بيبقى موجود في البلك اعلى ما يكون. كويس. طيب عشان يحصل ريدكشن للاكسيدنت دوت، الاكسيدنت دوت لازم يتنقل يروح على السيرفيس بتاع الالكترود عشان يحصل الكترون ترانسفير، والالكترون ترانسفير ما يتمش الا على الانترفيس، خدت بالك؟ فلازم يحصل له ايه، يتحرك يحصل له ماس ترانسفير ويروح على ايه، على على السيرفيس بتاع الالكترود. طب يحصل ازاي الماس ترانسفير دوت؟ الماس ترانسفير ده يحصل ب ب ب باحد 3 يعني ميثودز. كويس. اول واحد الديفيوجن اللي هي بتبقى الناتشرال ماس ترانسفير، اللي هو الديفيوجن ايه، الديفيوجن ده دايما يتم اللي هو الفلو اندر ذا كونسنتريشن جريدينت. يعني فتحت انت مثلا سي مثلا ازازه البرفيوم مثلا، ها هتلاقي ال بيحصل ديفيوجن على طول عندك، يحصل ديفيوجن او افيوجن للغاز اللي موجود كان هايلي كونسنتريتد جوه الازازه، يبدا ينتشر في الغرفه اللي موجوده عندك. حصل دوت اندر انهي فورس، اندر ذا ديفيوجن فورس، ها ان انت عندك اللي يخلي مثلا جاز
مخنوق جوه ازازه بالشكل ده والبريشر بتاعها عالي وهو عنده سبيس يقدر يتحرك فيه. فبالتالي ده الديفيوجن. الديفيوجن دايما يتم اندر كونسنتريشن جريدينت، اندر يعني لو في فرق في التركيز فالبالك بيبقى هايلي كونسنتريتد، على السيرفيس بيبقى في لو كونسنتريشن من الاكتيف سبيشيز دوت، فيقدر ان هو يتحرك بس كده اندر ذا كونسنتريشن جريدينت. كويس، ده بنسميه الديفيوجن. طيب تاني حاجه يقدر يتحرك اندر ذا مايجريشن، لسه متكلمين عن مايجريشن. لو في عندك بوتنشال فيلد موجود على الالكترود مثلا، وفي عندك الالكترود از نيجاتيفلي تشارجد، اي بوزيتيف ايونز يقدر يتحرك اندر ذا الكتريك فيلد دوت، اندر يبقى المايجريشن هو عباره عن ماس ترانسفير بس اندر ذا فورس اوف الكتريك فيلد، اندر ذا فورس اوف الكتريك فيلد. كويس. تالت حاجه ان ممكن يحصل كونفكشن. الكونفكشن دوت لو انت بتعمل ستيرنج مثلا على سبيل المثال، بتقلب جوه المحلول دوت، سواء الستيرنج دوت يعني بسباتولا او مثلا بماجنتيك ستيرر مثلا، ها دوت بيسهل في عمليه الانتقال الماس ترانسفير دوت، فدوت بسميه كونفكشن. كويس. يبقى اول خطوه عندي في اي ميكانيزم ان يحصل ماس ترانسفير للاكتيف سبيشيز ده من البالك بتاع السوليوشن اللي موجود، يروح على الدبل لاير اللي موجوده اللي احنا شرحناها، بتتكون على طول مباشره اول ما تحط الكترود جوه الايه، جوه السوليوشن كونتيننج اتس اينز. كويس. طيب تاني خطوه ممكن تحصل، ان وارد جدا ان يحصل اي كيميكال رياكشن على الانترفيس، على الانترفيس زي كيميكال رياكشنز مثلا ديسوسيشن لمولكيول مثلا، ها لو عندك كلورين جاز ورايح يحصل له ريدكشن، ها رايح يحصل له ريدكشن. كويس. وارد ان الكلورين يحصل له ديسوسيشن، بدل ما كان Cl2 يبقى Cl فقط، Cl ايه، Cl فقط، ها يبقى راديكال، يبقى راديكال في الحاله ديت. او وارد ان مثلا سي هيدروجين رايح عشان يحصل له ريدكشن برضو. كويس. او هيحصل له اكسديشن، هيدروجين هيحصل له اكسديشن، وارد ان يحصل له ديسوسيشن يديني الايه، يديني الاتوميك هيدروجين على الانترفيس، فدوت بنسميه possible chemical reactions ممكن تحصل على الانترفيس. يحصل بقى ايه، كريستاليزيشن للميتال، يحصل structural change، كل ديت نقدر نسميها ايه، نسميها اي chemical reactions ممكن تحصل على الانترفيس ده قبل ما يحصل الالكترون ترانسفير اصلا. كويس. وقبل ما يحصل ايفن الادسوربشن بتاع الاكتيف سبيشيز دوت، ها الخطوه الثالثه اللي ممكن تحصل ان يحصل ادسوربشن للرياكتنتس اللي موجوده، ده ديفينتلي لازم يعمل ادسوربشن عشان يحصل الالكترون ترانسفير ده. واول ما يعمل ادسوربشن بعديها الخطوه اللي بعديها ان يحصل ايه، يحصل تشارج ترانسفير، تشارج ترانسفير عندي موجود. كويس. ودوت بيبقى على ايه، على الدبل لاير جوه، يعني اكروس الدبل لاير اللي موجود عندي. طيب بعد ما يحصل التشارج ترانسفير، ها هيطلع برودكت صح، يطلع الاوكسيدنت بيروح للريدكت. طب الريدكتنت دوت يا ترى هيفضل لازق على الالكترود، هيفضل ادسوربت؟ لا، ممكن يحصل له ديسوربشن. ها دي الخطوه اللي بعدها، يحصل ديسوربشن وهو بيعمل ديسوربشن، بعديها على طول ممكن يحصل اي اورينتيشن، يحصل كيميكال تشينج، يحصل كيميكال زي اللي حصل في الاول، ممكن مثلا يطلع زي مثلا يطلع كاتوميك هيدروجين، ها في الخطوه اللي هي بتاعت الديسوربشن يبقى ديسوربت از اتوميك، لكن بعد ما يطلع كاتوميك هيدروجين ممكن يحصل اسوسيشن لتو هيدروجين اتومز عشان يطلع هيدروجين جاز، ديت الخطوه الثانيه ممكن تحصل. وبعد ما يحصل الكيميكال رياكشن دوت لازم برضو يتنقل للبالك، يرجع للبالك تاني. كويس. فيحصل الماس ترانسفير اللي هو ممكن يبقى انفولفد الديفيوجن او المايجريشن او الكونفكشن كارنتلي. دي الخطوات الرئيسيه لاي الكتروكيميكال رياكشن، اللي سلوست فيهم ها هي اللي هتبقى ايه، ايدنتيفاي الريت اوف ذا الكتروكيميكال رياكشن. الرسمه طبعا دي مهمه جدا، بتوضح الايه، كل الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها اللي قلناها. يبقى اول خطوه بتحصل عندي هي عباره عن ايه، عباره عن ماس ترانسفير، ماس ترانسفير، وده بيتم وزن الديفيوجن لاير بتاعه الالكترود اللي هي بتبقى في الرينج بتاع من
10 الى 500 مايكرومتر، ده الثيكنس بتاع الديفيوجن لاير دي، عشان الاكتيف سبيسيز تتنقل من البالك الى ايه، تخش على الدبل لاير، تخش على الدبل لاير. يبقى الدبل لاير دي تبتدي عندي منين؟ من الجرين لاينز اللي انا رسمه دوت دوت عندي، كويس، بدات تخش في الايه، السيرفيس ريجون او في الدبل لاير اللي موجوده عندي، كويس. بعد ما تدخل عندي بقينا في السيرفيس ريجون اللي هي الثيكنس بتاعها حوالي قد ايه، حوالي بتتكلم على 0.5 او 5 انجستروم ديت الى 1 نانومتر، كويس. الثيكنس بتاع شايف اللي موجود قدامي ده، يحصل فيه ايه؟ جميع الخطوات اللي فاتت ديت اللي احنا شرحناها، الكيميكال رياكشن ده، وبعد كده الادسوربشن، ها، عشان يعمل ادسوربشن، بعد كده يحصل الالكترون ترانسفير على الايه، على الالكترود، ادي كيميكال رياكشن ادسوربشن، وبعد كده يحصل الكترون ترانسفير، وبعد ما يحصل الكترون ترانسفير الاوكسيدنت يتحول الى الريدكتنت، اوكسيدنت يتحول الى الريدكتنت، وبعد كده الريدكتنت يروح فين؟ يعمل ديسوربشن، وهو بيعمل بعد الديسوربشن ممكن يحصل له ايه؟ كيميكال رياكشن تاني، وبعد الكيميكال رياكشن يبدا يتنقل معايا الى ايه؟ بعد ما كان على السيرفيس يبدا يروح على ايه؟ على البالك اللي موجود. عكس الكلام دوت ممكن يحصل لو انت if you consider الرياكشن الاوبوزيت، ان هو الريدكتنت عايز يتحول الى اوكسيدنت، ريدكتنت في البالك عايز يتحول، لازم يمر بالخطوات العكسيه ديت ايه، الخطوات العكسيه ديت كلها عشان يرجع يتحول الى ايه، الى الاوكسيدنت. بيقول لي any of these steps may be limiting او rate determining، ها، اللي هي هيبقى جنريت الاوفر بوتنشال بتاع الرياكشن اللي موجوده. طيب انواع الاوفر بوتنشال او البولاريزيشن اللي موجوده ممكن تبقى كونسنتريشن بولاريزيشن مثلا، اللي هي ديفيوجن بولاريزيشن. انت عندك ده، انا بتكلم على ايه، في الماس ترانسفير هنا، بالنسبه للماس ترانسفير ممكن يبقى ليميتد بالايه، ليميتد بالديفيوجن، ديفيوجن بتاع الماتيريالز دوت، ها، يا ترى يعني هل في الاكسس بتاع الاكتيف سبيشيز على السيرفيس دوت، او الافيلابيليتي بتاع الاكتيف سبيشيز على اللي هيحصل لها الكتروكيميكال اكشن ده على الالكترود سيرفيس، هل متوفره ولا فيها مشاكل؟ فيها مشاكل في 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 مثلا في الديفيوجن، في المايجريشن، في كده، هل في مشاكل في الكلام دوت؟ ها، لو عندها مشاكل يبقى هو ده المين ريزون بتاع او المين اوريجين بتاع البولاريزيشن، اللي هيبقى بسميه الكونسنتريشن بولاريزيشن، برمز له اي تا سي زي ما هو موجود قدامي هنا، ايه في التايتل الموجود اي تا سي بالشكل ده وكده، ها، في الحاله ديت يبقى الاي تا سي ديت ريزلتس وين ذا كونسنتريشن اوف رياكتنتس او برودكتس ات ذا الكترود سيرفيس ار ديفرنت اندر نون ايكوليبريم كونديشن فروم ذير فاليوز ان ذا بالك، كويس. بيقول لي الفاليو ديت ات جروز اند ديكيز سلولي اون ابلكيشن اند انترابشن اوف كرنت ات ا ريت characteristic of the diffusion coefficients of the species involved. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول لي يعني الفاليو دي بتاعت الايتا سي ديت، ها، بتزيد وتقل ببطء مع الابلكيشن، يعني ملهاش علاقه بالكرنت اللي هو الايه اللي هو ابلاي دوت، لان هي ببساطه بتتكلم على كيميكال، على او يعني على ايه، يعني 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 ما فيش اي الكترون ترانسفير فيها البروسيس دي، ده انتقال ماس ترانسفير، ماس ترانسفير بتتكلم عليه under concentration gradient. بيقول لي this is the only form of polarization affected by steering and is unaffected by the nature of the electrode surface. لان كل ما basically انت بتعمل steering، كويس، بتعدل في الماس ترانسفير اللي حصل عندك. وبالمناسبه في الجزء الاولاني ده بيقول ات جروز اند ديكيز سلولي، يعني بتزيد ببطء، يعني ما هياش ما اقدرش اقول ان هي ابسوليوتلي اندبندنت على الكرنت، لان الابلكيشن بتاع الكرنت دوت ممكن ان هو تو انهانس المايجريشن، زي ما قلنا اتكلمنا قبل كده، if you apply current بتخلي السيرفيس تشارجد او الانترفيس تشارجد سواء بوزيتيف او نيجاتيف، دوت ممكن ياثر في الماس ترانسفير من ناحيه المايجريشن. لذلك هو بيزيكلي بيتكلم في الشرح بتاعي هنا على الماس ترانسفير، هو هنا بيتكلم على الديفيوجن وكده، كان هو ده البرنسبل يعني ابروتش للماس ترانسفير، لكن هنا ممكن كمان الابلكيشن اوف كارنت ممكن تو يعني انهانس المايجريشن بتاع الاكتيف سبيشيز، ولو انت بتعمل ستيرنج مثلا ممكن تزود كمان الكونفيكشن اللي موجود ايه اللي موجود عندي.
طيب تاني نوع من البولاريزيشن دوت اللي بسميه الاكتيفيشن بولاريزيشن او تشارج ترانسفير، برمز له ايتا سي تي زي ما انت شايف قدامك كده، ايتا سي تي قدامك اهو. ها دوت عباره عن ايه؟ لو انت عندك في مشاكل في التشارج ترانسفير على الانترفيس على الالكترود نفسه، يعني بيتم ببطء، فدوت هيبقى اوريجين للايه؟ للاوفر بوتنشال اللي موجود عندي. ها لذلك هو هيقول لي ايه؟ البولاريزيشن نيدد تو بروموت الالكتروكيميكال اكشن وان دايركشن اند تار in the opposite direction. بيقول لي it appears and change as a change in the value of potential difference across the electrical double layer between non-equilibrium and equilibrium. ديت اللي هي الايتا سي تي، الايتا سي تي. تالت نوع من البولاريزيشن اللي انا هسميه الاوميك او ريزيستنس بولاريزيشن، اوميك او ريزيستنس بولاريزيشن، برمز له ايتا اوميك كده بالشكل ده. وديت الحقيقه results من ال current flow in resistive electrolytes. يعني لو عندك الالكترولايت بتاعك في اي سورس لل امبيدنج الالكترون الايونيك كوندكشن مثلا على سبيل المثال، فهتبقى الالكترولايت ده ريزيستيف للبروسيس برضه كويس، وهيسبب الاوميك بولاريزيشن ده. او الالكترودز نفسه، ممكن يبقى الالكترودز نفسه هو عليه اوكسايد فيلم مثلا، او عليه اي جاز بابلز او جريس او وات ايفر كويس، كل ده ممكن يبقى امبيدنج برضه الالكترون ترانسفير، فدي هسميها الار اي اللي هي جايه من الالكترودز ريزيستنس او السوليوشن ريزيستنس اللي احنا اتكلمنا عليها. فاوفرول الاوميك ديت بتبقى عباره عن ار اللي هي بتاعت السوليوشن والار بتاعت الالكترود كويس، فالاثنين دولت هم اللي بيتحكموا في الايه؟ في الاوميك ريزيستنس. طيب يبقى الاوميك بولاريزيشن دوت ده طبعا بيعتمد على الكرنت، لان هو الريزيستنس ديت يعني تعمل في وجود الايه؟ في وجود الكرنت. ها طبعا احنا عارفين ان البوتنشال او البولاريزيشن ده بيساوي الايه؟ بيساوي الكرنت في ريزيستنس، والريزيستنس ديت عباره عن ايه؟ الريزيستنس على الالكترود، والريزيستنس اللي هو سواء من اوكسيد فيلم او وات ايفر، زائد الريزيستنس بتاعت الايه؟ زائد الريزيستنس اللي موجوده في الالكترولايت اللي موجوده السوليوشنز اللي هي بيعمل امبيدنج الايه؟ الترانسفير. يبقى انا خدت ثلاث انواع دلوقتي من البولاريزيشن. اول نوع قلنا اللي هو عباره عن الايه؟ الكونسنتريشن بولاريزيشن. تاني نوع تشارج ترانسفير بولاريزيشن. تالت نوع اللي هو الاوميك بولاريزيشن. وهم الثلاثه بيبقوا يعني في الخليه متصلين، كأن هم 3 ديفرنت ريزيستورز موجودين كونكتد ان سيريز في السيركت. فالاوفرول بوتنشال، اوفر بوتنشال اللي موجود، الاوفرول اوفر بوتنشال اللي موجود عندي دوت هو عباره عن السميشن بتاع 3 ديفرنت تايبس من البولاريزيشن، ايتا اوميك والايتا كونسنتريشن والايتا تشارج ترانسفير كويس. الديجري اوف ريفرسيبيليتي بتاعت اي تفاعل الكتروكيميكال رياكشن يعتمد على الفاليوز اللي موجوده ديت. ها ان جيفن ديبينس على الريت of mass and the charge transfer. تشوف بقى انهي العلاقه، لان عاده المفروض ان احنا نكون الريزيستنس بتاعت الالكترولايت والالكترود تبقى يعني قليله جدا، تكاد تكون بتساوي زيرو. فبالتالي الايتا اوميك ديت المفروض ان احنا يعني نكون في البدايه بنخليها تقريبا بتساوي اولموست بتساوي زيرو يعني، او بتكون قليله جدا. فاللي هيتحكم في الاوفرول اوفر بوتنشال بتاع الرياكشن هي الايتا سي والايتا سي تي كويس. فبيزد على انهي واحده اعلى من الثانيه ومين اللي بتتحكم فيه الرياكشن اللي موجود عندي، الرياكشن ممكن يكون ريفرسابل او ممكن يكون كوازي ريفرسابل او ممكن يكون ايرريفرسابل تمام. طيب تعال نشوف امتى يكون ريفرسابل وامتى يكون ايرريفرسابل. بيقول لي بالنسبه للريفرسابل بروسيس اللي تشارج ترانسفير بيبقى فيري فاست، والريت بتاعه بيبقى اعلى بكتير جدا من الريت اوف ماس ترانسفير كويس. فبالتالي الماس ترانسفير هو اللي بيبقى بطيء شويه، فالبروسيس ديت اللي هي الريفرسابل بسميها ماس ترانسفير كنترول، ماس ترانسفير كنترول. يبقى الايتا ها بتاعت الاوفرول مينلي هت ايكوال تو ايتا سي، ايكوال تو ايتا اللي هي كونسنتريشن بولاريزيشن. يعني التشارج ترانسفير بولاريزيشن دي اولموست بتساوي ايه؟ زيرو. واحنا وي ار اسيوم هنا ان احنا ان ابسنس اوف ايتا اوميك، يعني ما فيش اي اوميك ريزيستنس موجوده عندي في لا في السوليوشن ولا على الالكترود. ده بالنسبه للريفرسبل بروسيس. طيب الايرريفرسبل بروسيس
الريفرسبل بروسيس الريت اوف تشارج ترانسفير بيبقى قليل جدا عن الريت اوف ماس ترانسفير، فبالتالي البروسيس ديت بتبقى بالنسبه لي تشارج ترانسفير كنترول، تشارج ترانسفير كنترول. والاوفرول اوفر بوتنشال عندي هيبقى مينلي ايكوال تو ايتا سي تي ان ابسنس اوف ايتا اوميك. فالكونسنتريشن بولاريزيشن في حاله الايرفرسبل بروسيس اولموست ايكوال تو ايه؟ ايكوال تو زيرو. طيب هاو اباوت لو الاثنين كومبارابل لبعض، اللي هو الماس ترانسفير والتشارج ترانسفير، كده يبقى انا وصلت للكيس الثالثه اللي هي ان بتوين، اللي هي بنسميها الكوازي ريفرسبل. لو الريت اوف تشارج ترانسفير كومبارابل تو ذا ريت اوف ماس ترانسفير، في الحاله ديت بتبقى البروسيس عندي كوازي ريفرسبل بروسيس، والايتا هتبقى مينلي ايكوال تو ايتا سي بلس ايتا سي تي، ده طبعا الابسنس اوف ايه اوف اوميك بولاريزيشن. يبقى مهم جدا يعني على اخر المحاضره كده اتعرفنا على يعني ايه الكونديشنز بتاعت ريفرسبل وايه الريفرسبل وايه علاقتهم بالماس ترانسفير والتشارج ترانسفير. حاولنا في المحاضره ديت ان احنا ناسس للمفاهيم بتاعت الالكتروكيمستري ونفرق ما بين ال جالفانيك بروسيس، الالكتروليتيك بروسيس، الكونديشنز بتاعتكم، امثله كتيره ازاي نحسب السيل بوتنشال اللي موجود عندي، ها يعني ايه بولاريزابل الكترود، يعني ايه نون بولاريزابل الكترودز، السيركتس نفسها والخلايا رسمناها وتعرفنا عليها، وبدانا نتكلم على ايه على الطرق اللي نقدر نعين بيها الكينيتيك بارامترز بتاع اي الكتروكيميكال رياكشنز والتكنيكس المستخدمه. اتكلمنا كمان على الفارادي بروسيسز، واتكلمنا على فاراديز لو ازاي نحسب الماس بتاعت اي بتاع ديبوزيشن مثلا الكترو اكتيف سبيشيز وهكذا، واتكلمنا على الالكتروكينيتكس والديفرنت ستيبس انفولفد في اي الكتروكيميكال رياكشنز، وقلنا امتى يكون الرياكشن دوت ريفرسبل وامتى يكون ريفرسبل وامتى يكون كوازي ريفرسبل. يعني المقدمه طويله شويه، لكن كنا محتاجين ان احنا نتعرض ليها ان ديتيلز عشان ناسس للمنهج اللي موجود عندي، وان شاء الله في المحاضرات القادمه نبدا نخش في مور ديتيلز في الالكتروكيميكال رياكشنز دي، وهنلاقي الموضوع فيري انترستنج. ف إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.